إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شباب على الهوى يجمعنا سوا، شباب على الهوى يجمعنا سوا، على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا، على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا. شباب على الهوى، شباب على الهوى، شباب شباب على الهوى، شباب شباب على الهوى، يلا اكشخ ابتسم على الهوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشباب على الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في إذاعة الشباب من سلطنة عمان، حياكم الله معنا في تواصل جديد، تواصل ظهراوي مثل ما يسموه، على الظهرية. هذه الشمس شوي اليوم غيبت، لكن إن شاء الله أنت تكونوا شموس سطع في برنامجنا اليوم في شباب على الهواء. وشرفنا أكون معاكم اليوم في أول حلقاتي مع في برنامج شباب على الهواء مع شباب رائعين. خلفان مساء الخير. مساء النور سلوى، طبعا رحب بك انت في برنامجك طبعا، وما شاء الله ما غريب على مرحبا المكان، حياك الله. مرحبا، شكرا، حيا وسهلا، حياك خلفان. اذا مستمعينا ان شاء الله اليوم راح تكون بدايه لموضوع ربما قد يكون متعلق في حياتنا الاجتماعية، يلامس يعني حياتنا بشكل قريب جدا، لابد ان نحن نمعن النظر عليه، نركز عليه كونه أساس لمجالات أخرى في الحياة. نعم، إن شاء الله راح يكون عندنا برنامج مثل ما ذكرت خلفان، عفوا يعني موضوع للحلقة اليوم موضوع جدا قريب مننا إحنا كأسرة في هذا المجتمع، ودائما الأسرة هي نواة أكيد المجتمع. راح نتكلم أكثر، لكن في البداية نأخذ علومك، إخبارك، شيء علوم شيء إخبار. والله يا بهوكم يقولوا ماشي إخبار، الأمور طيبة، مصوبكم شيء علوم شيء إخبار. ما استمعنا بعلم، مصوبك يا جلال، شيء علوم شيء إخبار، حياك الله. عموما نرحب أكيد بالمستمعين، ورحب بكل من يسمعنا حاليا ورايح لأي مشوار، نتمنى لكم إن شاء الله مشاوير بإذن الله سعيدة، وديروا بالكم أكيد في الطريق، ونتمنى إن شاء الله أيضا يوم حافل بالنجاحات والإنجازات بإذن الله تعالى. إذن معنا في الإعداد خلفان بسعيد العامري، وفي التقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وخلفان بسعيد العامري. في المتابعة والتنسيق، هذه تحية أكيد، في المتابعة والتنسيق سيف بن سعيد الهلالي، ومصممة الرمزيات لميس بنت بدر الحسنية، وفي الإخراج الرائع دائما جلال بن ربيع الخويطري. شباب على الهوى، للتواصل مع برنامج شباب على الهواء الاتصال على الرقم 24698151، وعلى الرسائل النصية القصيرة 90456، وللمشاركة في سؤال فقرة على وين ارسال الإجابة على 90130، وعلى تويتر والإنستغرام @شباب راديو عمان. شباب على الهواء، شباب على الهواء. يا هلا يا هلا، منورين منورين يا شباب، منورين. شباب شباب على الهوى، شباب حياكم مستمعين، احنا معاكم في شباب على الهواء، مرحب بكل من انضم للاستماع لشباب على الهواء في هاللحظات، وان شاء الله تقضوا معنا مشاوير جميلة بإذن الله، ونسعد اكيد بمداخلاتكم معنا في موضوع حلقتنا لليوم اللي راح يكون عن الحياة الأسرية، ضوابطها وأسرار نجاحها.
أيضا موضوع مهم جدا لابد من التركيز عليه. سلوى أتوقع هناك محاور كثيرة إن شاء الله راح نطرق اليوم لها إن شاء الله فيما يتعلق بهذا الموضوع. زين تخبري مستمعينا الكرام بهذا المحاور بإذن الله. راح يكون مستمعنا اليوم معنا محاور كثيرة، لكن طبعا مثل هذه المواضيع الأسرية بالتحديد لو إحنا فتحنا لها حلقات وحلقات حلقات وملفات كثيرة أكيد ما راح أكيد ما تنتهي. وفي النهاية إحنا راح ناخذ بعض المحاور اليوم في حلقتنا وراح نطرح أكيد في نهاية الحلقة إن شاء الله الحلول لهذا الموضوع. الحياة الأسرية ضوابطها وأسرار نجاحها راح نتناول في المحور الأول واقع الحياة الأسرية في مجتمعنا هنا في السلطنة، وراح يكون عندنا أيضا محور ضوابط الحياة الأسرية هنا في المجتمع كيف تكون هذه الضوابط، وأيضا راح نتطرق إلى الأسرار نجاح الأسرة كيف تكون هذه الأسرة سعيدة بإذن الله. حتى اللي حاب يكون أسرة جديدة يكون حاط ضوابط معينة وحاط أيضا رؤية معينة لنجاح هذه الأسرة. يعني أيضا ما في مانع أن الواحد يستفيد من سبقه سواء كان في الأسر يتعلم، يعني أكيد. أيضا نحن بالإمكان نأخذ من مستمعينا ومداخلاتهم بعض المواقف اللي تصير في حياتهم الزوجية سواء كانت زينة أو لا، أكيد. حتى أنهم بيفيدوا أنفسهم وأيضا يتعلموا في المرات المقبلة وكذلك أيضا يفيدوا المقبلين سواء زوجوا. أنت تؤمن بالزواج المبكر؟ أنا بصراحة لا. زين شيء الواحد يتأخر يعني الراحات كما يقولوا يا الراحات بس عاد ما يطول لا ما هو واجد ما واجد كم يعني من مستشار جلال بعدين. عموما مستمعينا من ضمن المحاور اللي راح نتكلم فيها إن شاء الله اليوم العلاقة بين أفراد الأسرة، كيف هي علاقتنا مع أفراد أسرتنا في هذه في يعني في هذا الزمان وجود شبكات التواصل الاجتماعي اللي شغلت الكثيرين وأبعدتهم عن الأسرة سواء كان العلاقة بين الزوج والزوجة، العلاقة بين الأب وأبنائها، العلاقة بين الأم وأبنائها، وتتعدد أكيد العلاقات مع أفراد الأسرة. لكن اليوم تركيزنا خلفان بين الأب والأم والأطفال فقط في حلقة اليوم عشان ما نتشعب كثير في مواضيع ثانية. طبعا لأنه هم الأساس يعني أكيد. من الداخل التأسيس لأي أمر لابد أن يبدأ من الداخل فبعد ذلك يتفرع. وبالنسبة للحياة الأسرية في مجتمعنا سلوى نتكلم أيضا عن واقع هذه الحياة في وجهة نظرك. نعم. زين إيش هو واقع الحياة الأسرية في مجتمعنا؟ راح نتكلم إن شاء الله خلفان عن هذا المحور، لكن بعد ما نريح المستمعين ونطلع فاصل، لكن أذكركم مستمعينا راح يكون في نهاية الحلقة نطرح حلول إن شاء الله أيضا لواقع الحياة الأسرية وكيف ممكن أيضا نطور من هذا الواقع وكيف أنه أيضا نصل إلى بر الأمان في إلى استقرار أكثر وتكوين علاقات أسرية سعيدة بإذن الله. بإذن الله. انسى العالم كله انت بين أحضاني انت بدنيا جميلة انت بعالم ثان عالم كله محبة لو انت بحنان انسى العالم كله انت بين أحضاني العالم كله
في محرابي انت صديق احساسي انت كل احبابي انت حبيب عيوني انت يا زهرة شباب انت عيوني وروحي وقلبي وذاكرتي وجدان انسى العالم يجي معنا سوا شباب على الهوى يجي معنا سوا يا هلا يا هلا منورين منورين يا شباب منورين شباب شباب على الهوى شباب إذن نرحب بكم مستمعينا من جديد ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا في برنامجكم شباب على الهواء وليتواصل معنا على رقم هاتف 24698151 وللمشاركة من خارج السلطنة على 00969246982 وعلى رسائل نصية القصيرة على 90456. ونرحب أكيد بتواصلكم مستمعين معنا وراح نتكلم أكيد عن ضوابط أو واقع في البداية مع واقع الأسرة الحياة الأسرية في مجتمعنا. يعني أتصور أنه حتى اللي ما مجرب واللي ما فاتح للحين بيت وما مكون أسرة عنده أخوه في البيت متزوج عنده أطفال أو أخته يزور أخته يشوف مجموعة أيضا من الأقارب كيف يتعامل هذا الشخص مع زوجته مع أطفاله. أتصور يكون مجموعة أيضا من الخلفيات والخبرات من كثر ما يتابع ويشوف اللي حواليه طبعا الأسر الموجودة ويقدر أنه هو وجهة نظرة ويكون وجهة نظرة تقريبا معينة عن واقع الحياة الأسرية هنا في مجتمعنا. احنا نتكلم على فكرة في مجتمعنا هنا في السلطنة فقط عشان نكون قريبين أيضا ونقرب الصورة للجميع. لما نتكلم خلفان عن واقع الأسرة واقع الحياة الأسرية في مجتمعنا هل فعلا أنه احنا واقعنا لربما يعني مثل الدراسات تؤمن بمجموعة الدراسات اللي تطرح احيانا او انه انت تشوف شيء معين او واقع معين من بيئتك او حتى من البلدة الصغيرونة ان انت ساكنها او ولايتك او انه تحاول تطلع الى ايضا ثقافات اخرى او بمعنى انه تشوف اسر مختلفة من ولايات مختلفة وتكون واقع معين عن الاسرة. طبعا لا سلوى تعرفي يعني الانسان اليوم يعني ربما قد يفكر أول شيء بالعقل بالمنطق كون أن الله سبحانه وتعالى رزقه بعقل أنا أقدر أحدد يعني إيش هي ضوابط الحياة الأسرية إيش هي الأشياء اللي ممكن أنها تقودني نحو تحقيق أو تكوين حياة أسرية سعيدة ناجحة ما تكون فيها مشاكل. طبعا كل أسرة لابد أنها تمر بمشاكل وأزمات ولكن الذكي هو من يتغلب على هذه الأزمات. مثل ما قلت الواحد أيضا لابد أنه يطلع لابد أنه يعني يعرف أيضا يأخذ مواقف معينة مواقف متعددة سواء كانت من الحياة الأسرية الموجودة معنا في المجتمع العماني أو حتى من الخارج لكن لابد نحن نركز على مجتمعنا كونا يعني قريبين من بعض قريبين في الجغرافيا في الأطباع في العادات والتقاليد والأوصاف كل شيء زين. فالإنسان لابد أن يركز على بيئته مجتمعه بصفة خاصة ولابد أنه يستفيد يعني يمكن أيضا يسمع عن موقف معين حدث للأسرة الفلانية عن أيضا مشكلة معينة حدثت للأسرة الفلانية كيف أنا أيضا أخذ العبرة أخذ الفائدة كيف أنا هذا الموضوع راح أتجنبه لما في حياتي الزوجية أو نعم. أني إذا كنت مقبل على تكوين حياة أسرية فأتوقع هذا بصفة عامة يعني في مجتمعنا. نعم لكن أتصور أيضا في نفس الوقت خلفان أنه إحنا من الصعب أنه نحكم على واقع أسرة معينة أو على واقع الأسرة بشكل عام أو الأسر بشكل عام إلا إذا طلعنا بدراسة معينة أيضا أحيانا أنه نشوف هذه الأسرة هذه عفوا الاستبيان معين أو دراسة معينة لوين وصلت أنه اليوم واقع الأسرة يقول أنه وصلت الأسر إلى استقرار معين أو أنه وصلت إلى وعي معين
وأتصور أنه إحنا أيضا وصلنا إلى مرحلة جميلة جدا من الوعي أيضا اليوم. يمين. رب الأسرة وأيضا ربة الأسرة يعني وصلوا لمرحلة جميلة من الوعي، كون أيضا أصبحوا أيضا متعلمين وقادرين أيضا أنهم يصلوا بهذا الأسرة إلى بر الأمان، عكس يعني السنوات الفائتة طبعا والماضية، أنه كان أحيانا مسألة الزواج تكون أحيانا بالغصب إن صح التعبير، أو أنه صح. مثل ما صار النهج أنه بنت العم لولد العم أو بنت العم اللي فلان حلف لانا أيوة. فلان حلف لانا بهالطريقة كذا كلهم طالعين. نعم، وما يكون ما يكون في تفاهم، ما يكون في أيضا تفاهم بين الطرفين، أو حتى هاي مسألة ما الأول أيوة هو ما الأول ترى لما ما الأول لا زال موجود يعني موجود. أنا كنت في مرة من المرات صحيح في الكلية كان معي واحد من الشباب الله يذكره بالخير، فكنت أسأل أقول له أنت بعدك ما تزوجت؟ قال لا أنا كأني متزوج. قلت له كيف؟ قال أنا خلاص محجوز لي، ويقول بل أهل بلدنا زين خاصة قريتهم خلاص كلهم يتزوجوا أولاد عمومة أولاد أخوان كذا، يعني ما في واحد يخرج نعم عن هذا الإطار، هي من أول شيء محدد له فلان حال فلان وفلان حال فلان، ولين يكبروا وكذا الواحد يكون نفسه يزوج. يعني هذا الشيء من الأشياء الصعبة اللي لربما أنه أيضا تسبب في النهاية إلى مفترق، تودين إلى مفترق غير حميد، يعني أنه الشخص فلان لفلانة. إحنا لما نتكلم عن واقع الحياة الأسرية، أنه هذه الحياة الأسرية جماعة الخير في النهاية هي مسؤولية، أنه أنت تتحمل مسؤولية هذه البنت، ويكون أيضا بينكم توافق فكري وأمور مختلفة، حتى على فكرة مسألة التعليم ومسألة الثقافة، المستوى الثقافي المستوى التعليمي بين شخصين جدا مهمة. يعني في السنوات الماضية أو حتى الشخص اللي يغصب على بنت عمه أو بنت خالة أو واحدة من الأهل، أتصور أنه ما يكون في تقبل بين الطرفين، حتى لو كان الطرف الآخر أيضا متقبل هو الطرف. لابد من التقبل من الطرف من الطرفين طبعا. كل لبعضهم البعض. لكن تعرفي سلوى، في مرة من المرات أنا كنت أسأل واحد من الشباب من الربع بعد أقول له وين السؤال راح عني، كنت أسأله في صلى على النبي اللهم صل على النبي بنرجع له بنرجع للسؤال عموما مستمعين عليكم عليكم السلام نزل نشرب ماء عشان تتذكر السؤال. احنا عموما المستمعين اللي حاب يشارك معنا في موضوع حلقتنا لليوم الحياة الأسرية ضوابطها وأسرار نجاحها، اللي مجرب شيء جميل أكيد أنه يعطينا تجربته في هذا المجال، أنه هو جرب متزوج عنده أطفال وعنده خبرة في هذا المجال، اللي توى على البدايات حاب يطرق هالباب أكيد عنده ضوابط وعنده كثير من الأمور جهزها عشان أيضا يدخل إلى هذا العالم ويدخل إلى هذا يطرق هذا الباب. عموما اللي حاب يشاركنا على 24698151 من خارج السلطنة 0968246982 والرسائل النصية القصيرة 09456. وعلى تويتر على شباب راديو مان. إذن متواصلين، وبالنسبة لي نعم معنا مكالمة جلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يعقوب، كيف حالك؟ الحمد لله. أبو إدريس يعقوب الفارسي. حياك الله وسهلا، كيف صحتك طيب؟ يلا فيكم أنتم دائما حقيقة، أصواتكم بشرى لنا حقيقة في هذا الموضوع الهادئ. نسعد نسعد الله يسلمك بتواصلكم ومداخلاتكم وأنتم الأسرة كلها يا أستاذ. الله يحفظك. الله يسلمك. ها يعقوب عندك تجربة في النواحي بالنسبة لل يعني سؤالكم حول هذا الموضوع يعني الهادف بالنسبة للمناحي الحياتية. نعم. هل تقصدون من الناحية الاجتماعية أم من الناحية الاقتصادية؟ الاجتماعية طبعا. طبعا الاجتماعية. المناحي الاجتماعية أو مثل ما يقال الجهات الاجتماعية تتعدد هناك الرؤى وتتعدد وتشتبك أيضا هناك المداخل بعضها ببعض. نعم. يعني أصعب يعني أصعب حالة أو أصعب وضع يلاحظه البشر في هذا المجتمع خاصة المجتمعات العربية بصورة يعني خاصة هي مسألة الطلاق. يعني الطلاق يعني تحدث منه يعني عواقب وخيمة جدا. نعم. ربما أيضا هناك هذه العواقب الوخيمة يعني لها تأثيرات سلبية سواء على مستوى العائلة نفسها أو حتى على مستوى فروع العائلة. لا
لأن في النهاية هذا يعني هو ما حرم الله سبحانه وتعالى. أبغض الحلال. نعم. نعم هو ما يعني الطلاق هو أبغض الحلال. نعم لكن إيش اللي يقود إلى أبغض الحلال يا الفارسي؟ بوجهة نظرك إيش اللي يقود إلى الطلاق لا سمح الله في حالات معينة أنت مثلا من خبراتك في الحياة شاهدتها أنها تقود إلى هذا الجانب؟ نعم. يعني أستاذتي العزيزة يعني يمكن تسأليني سؤال وأنا من أولئك هم المجربون على هذا الوضع. نعم. يعني نحن يعني حدثت عندنا هذه الأمور وأصبحنا يعني عائلة يعني تقدر تقولي إنها غير مترابطة غير متلاحمة غير مستقرة. نعم نعم غير مستقرة لأن الأب في واد والأم في واد آخر وأصبح الأبناء هم الضحية. نعم. ربما أيضا لما تكون يعني الإناث كثرة الإناث لما تكون البنت غير يعني ليس لها رقيب ولا حسيب ولا أيضا عناية ولا حنان ولا عطف ولا كذا فالمسألة هنا تتراكم خلفها يعني عدة آثار جانبية. نعم نعم. أنا أكلمكم ولكن وضع الصحي أنا أكلمكم في وضع صحي وعكة صحية يعني أصب فيها في المراحل الأيام الماضية وأكلمكم وأنا يعني سمحوا لي ربما نبرة صوتي أيضا يعني الله يشفيك إن شاء الله يقوم إن شاء الله. فحقيقة هي لما سألتني الأستاذة عن يعني العوامل أو أسباب نعم الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق نعم يعني عدم التفاهم عدم الوفاق عدم التضامن بعض الأسرة بعضها بعض وربما أيضا هناك يمكن ربما لما يأتي الإنسان في نهاية الأمر ويجلس عند نفسه يرى أن يعني الأمر ما يعني ما يتطلب إلى هذا الحد. نعم. إلى هذه المرحلة. ربما الأمر بسيط يعني واحد من الأخوة كان يسألني يقول لي يحدث الطلاق وأنا معصب ويعني وعمل وطلقت وكذا هو عمر الطلاق ما يأتي وأنت تفرح أو أنت يعني تمرح لا طبعا. الطلاق يأتي في وقت الشدة في وقت العصبية في وقت الأخذ والعطاء في وقت يعني الجاذبية بين الطرفين يعني بعدم التفاهم. نعم. يعني أنا الواحد منا يعني قبل لا يخطي خطوة لابد أن يوضع الاستراتيجية ورؤى وتخطيط وتنظيم في حياة الأسرية. أكيد. يعني كيف فما بالك يقول لك والله أنا طلقت طيب طلقت أنت طلقت ما مسك طيب اللي خلفه يعني أنت رب أسرة طبعا. الأسرة اللي خلفه. نعم. الناس اللي خلفه هو طبعا اكيد اكيد اخوي يعقوب يعني في النهايه بعدين استاذن له بقطع حديث تفضل مثلا لو حدث الطلاق بين الابوين على سبيل المثال انا يعني ما في انسان يروح يحاسب امه وابوه اكيد ما في يعني انا احاسب مثلا ابوي ولا امي على انها طلقت او على انها طلق ما ممكن لا طبعا حياته الخاصه وهو حر فيها لكن يعني من هنا صاحب الادراك وصاحب الإدراك هو رب الأسرة طبعا في النهاية أيوه في النهاية هو يعرف ما هي الآثار السلبية يعني ما ممكن تقول هناك أثر يعني إيجابية بتاتا نعم أكيد وفي النهاية أيضا هو فكر قبل لا يتخذ أكيد هذا القرار لأنه هو قرار ما سهل لكن أيضا القرار أستاذ العزيزة يعني ما يأتي من طرف واحد نعم ربما الطرفين يعني ممكن الطرف الآخر لابد أن الطرفين يشتركان في الموضوع نعم متشدد في قراره نعم ربما الطرف الثاني متراخي في قراره أكيد. لكن الاثنين نفسهم لما يكونوا متشادين لما خلاص يعني إيش بيسوي يعني وقع الفاس على نعم. الموضوع لأن الطرفين يكونوا وصلوا إلى مرحلة عدم تقبلهم أيضا لبعضهم بعض فهي وصلت لمرحلة مثل ما يقال انه من الصعب ان يستمروا مع بعض وتصار يعني نعم من الصعب الحلول ربما ايضا يعني هناك اسر ايضا تفارقت نعم طبعا وطلقت وفي النهايه رجعت اكيد يلا باذن الله تعالى اذا رجعت الى افضل ما كانوا فيه طبعا نعم. طبعا هو الحديث يطول اخوي يعقوب شكرا لوجودك معنا وما شاء الله عليك يعني اعطيتنا اكيد من خبرتك ايضا في الحياه في هذا المجال نشكر تواصلك معنا ونتمنى لك ايضا باذن الله حياه مستقره باذن الله شكرا جزيلا حياك الله. إذن سلوى مثل ما أسلف يعقوب بأنه ما في توافق
وتفاهم بين الطرفين. نعم. زين، وأنا أرجع مرة ثانية أذكر بمقولة الشاب اللي أنا كنت أسأله مرة من المرات، أقول له يعني إذا بغيت تتزوج يعني مثلا بنت أصغر منك ب5-6 سنوات هل يعني تقبل؟ قال أنا أبغى أعطيك مثال زين ويكون هذا المثال ردا على سؤالك. قلت له إيش؟ قال أتخيلني أنا الحين متخرج من الكلية زين ودخلت واحدة فاونديشن زين. نعم. سنة تأسيسية. سنة وين؟ تأسيسية. نعم. وين في الكلية؟ أنت لما تيجي تشوف الطالبة اللي هي سنة تأسيسية تحسها ما فاهمة ما عارفة شيء زين. فكيف أنا بالإمكان متخرج اللي خلاص فاهم ويعني أصبحت في مرحلة من النضج يعني كيف بالإمكان يتقبل أفكار واحدة توها بعدها يعني غضة لا زالت يعني. نعم ما عندها. فكان هذا يقول ما بيصير توافق بيني وبينها في الأفكار وكذا، فأنا أحبت أني أتزوج واحدة قريبة مني زي قريبة من أفكاري قريبة من عمري. نعم. بحيث أني أنا أكون متفاهم معها زين يكون في توافق فكري بيني وبينها وتكون ايضا العلاقه الزوجيه والاسريه تكون بصوره افضل. نعم. واحيانا ترى خلفان على فكره يعني ما شرط طبعا ما شرط اكيد اكيد ما شرط لكل قاعده شواذ، لكن احيانا يمكن شخص عمره 18 سنه وشخص عمره 30 سنه اللي عمره 18 سنه ما شاء الله يعني عنده من القدره انه هو يفتح بيت أو عنده 20 سنة قادر أنه هو يتحمل مسؤولية ويفتح بيت وغيره، بس عمره 30 سنة ما عنده القدرة ولا عنده المسؤولية أنه يفتح بيت وأنه يكون أسرة وهو في هذا العمر وعمر زواج يعتبر عمره 30 سنة. لكن هذا يرجع لإيش خلفان؟ يرجع للتنشئة، يرجع لكيف تنشئ هذا هذا البنت أو هذا الولد في هذه الأسرة. هل كانت الأسرة هذه مستقرة؟ هل كانت العلاقة بين الأب والأم في هذه الأسرة على خير ما يكون؟ وطبعا هذا الشيء يمتد إلى الأبناء إلى البنات وفي المستقبل يمتد لك أنت لما تفتح بيت لما طبعًا. تفتح أسرة وتشوف أمك وأبوك كيف كانوا يعاملوا بعض وكيف كانت علاقتهم طبعًا. أنت تستفيد أنت تأخذ من كل المواقف مثل ما قلنا أن الواحد أيضا يأخذ من المواقف الحياتية سواء كانت حياة زوجية وسرية طبعًا. من الأهل من الأب والأم من الوالد والوالدة أيضا من العم والعمة كلهم يعني لما أنت تسمع أو أنك تشاهد يعني علاقة زوجية طيبة بين فلان وفلان وحتى إذا كانت معظم العلاقات الزوجية اللي بينك في أهلك زين كلها مستقرة تأكد أنه يعني أنت راح تمشي في هذا النمط. ولكن إذا كانت عكس ذلك يعني حياة زوجية متوترة من جميع الأطراف من طبعا. الأهل من مثل حتى الوالد والوالدة أنت تحس عندك عقدة في هذا الموضوع، لكن هذا ما يعني أنه إذا كانت الحياة الزوجية من حولي متوترة أني أنا حياتي الزوجية الخاصة بي راح تكون متوترة، لابد أني أعكس هذا القاعدة. طبعا يعتمد على عقليتك في النهاية كيف ممكن أنت أيضا يعني تغير المفهوم اللي حواليك إلى شيء مختلف. عموما إحنا نتواصل أكيد معاكم مستمعينا وموضوع حلقتنا لليوم اللي حاب يشاركنا عن الحياة الأسرية ضوابطها وأسرار نجاحها، وعندنا مجموعة محاور راح إن شاء الله نأخذها أيضا بشكل تسلسلي في الحلقة. إذن وصلتنا على الرسائل النصية القصيرة. لو الحياة بطولها طعم سكر ما كان تحصل طعم الحياة. أساس الزواج يعتمد على التوافق الشخصين في حال كان بينهم الثقة والاحترام والمودة والتفاهم. مساء النور هي تكملة للرسالة. نعم. إذن كذلك التفاهم والتوافق إن شاء الله راح تنجح العلاقة الزوجية ولو صادفتهم بعض المشاكل والخلافات ولو كان بين الطرفين نظرة اختلاف لبعضهم البعض والشك وعدم التفاهم ستفشل العلاقة وكل ذلك يظهر في مرحلة الخطبة زين، فهي المرحلة المهمة لظهور توافق الطرفين من هايدي العمرية. شكرا جزيلا. شكرا هايدي على مشاركتك أيضا معانا. ونشوف بعض التغريدات أو على الإنستغرام من أميرة السعيدي سعيدية مساكم لمة أهل. موضوع جميل جدا جميل ومهم جدا للمحافظة على تجمع أفراد الأسرة في أوقات الطعام مثلا والمناسبات ونهاية كل عطلة. في حالة كل فرد مرتبط بأسرة صغيرة أو يعمل بعيد أو دراسة أو يدرس في منطقة بعيدة عن البيت هذا سر المحافظة على تمسك أفراد الأسرة مع بعضها، فهناك أسر لا تهتم بموضوع لمة الأهل وإيش يصير لأبنائهم وما تربت على الحب والتفاهم ولا على السؤال عن حال أفرادها. من وجهة نظري
المحافظة وإلزام أفراد الأسرة على التجمع خصوصا وقت الوقت لكل شيء وقت وشيء مهم جدا. من أميرة السعيدية، شكرا لك يا أميرة. إذن مستمعينا الكرام، فاصل إعلاني قصير ورجع لكم إن شاء الله. شباب على الهواء يجي معنا سوا، شباب على الهواء يجي معنا سوا. يواب الله يواب، حلوة بها طعم اللذيذ، يحبها صغير وكبير، حلوة الديوانية أكيد يعرفها كل السامعين. عنواني للذوق الجميل وتراث للشعب الأصيل، من ذاقها يطلب مزيد، حلوة الديوانية أكيد. الحياة أحلى مع الديوانية للحلوة العمانية. ونستمع لقصة نجاح المر المقبالي. أنا عمري 50 سنة، لما شفت الجهاز الكمبيوتر انصدمت فيه، ما أعرف كيف الجهاز هذا. أخذت دورة 3 أسابيع والحمد لله رب العالمين استفدت من الدورة هذه كثير. الآن أقدر أشتغل على الجهاز كمبيوتر والإنترنت. انضم معنا في دوراتنا المجانية في أساسيات الحاسب الآلي والإنترنت بمراكز المجتمع المعرفية المنتشرة عبر السلطنة. للاستفسار اتصل على 800 57 عمان الرقمية. كنوز عمان، حملة توعوية تقربنا بمواردنا الوراثية الحيوانية والنباتية، لنكتشف أهميتها اقتصاديا لبلادنا والمخاطر التي تواجهها. كنوز عمان حملة ينظمها مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية التابع لمجلس البحث العلمي، وذلك ابتداء من 1 مارس وحتى 30 أبريل 2015. ستنطلق الحملة من مسقط مرورا بجميع محافظات السلطنة. كنوز عمان، فرصة للتعرف أكثر عن ثرواتنا. للمزيد من المعلومات زوروا حسابات المركز عبر تويتر وإنستغرام @OAPGRC. والله ما تغمض جفوني عيوني.
تدري ما يقدر قلبك حبيبي من دوني. يا حياتي لك حياتي، يا حياتي لك حياتي، خذها فدوة ولا تحاتي، قبلها مهديك قلبي، قبلها مهديك قلبي، قبلها ما خد عيوني. خذها خذها فدوة ولا تحاتي، قبلها مهديك قلبي، قبلها مهديك قلبي، قبلها ما خذ عيوني. معيش عمري دونك، عسى عسى البشر يفدونك حبيبي يا عيوني. حبك تضحني حبك، حبك حبنا متربك، اه هدري ما يقدر قلبك حبيبي من دوني. يا هواي ويا جنوني، يا هواي ويا جنوني، يا من مساوي يا عيوني، راح العمر دونك ما قدر، راح العمر دونك، وانت وانت ما تقدر بدوني. شباب على الهوى يجي معنا سوا، شباب على الهوى يجي معنا سوا. اسمع لما اقولك، انت تحرك عربيتك دي ودلوقتي ونروح على البلد نجيب هيمة احسن والله، والمصحف هقلب الدنيا دي على دماغك كلكم. هي الدنيا سايبة ولا سايبة؟ يا حرمة يا حرمة لا تحمقي، بخليني افكر كيف اقدر اجيب والدي بهدوء. انت ايش فيك وايش هذا الكلام اللي جالسة تقوليه؟ وبعدين قلت ليش انه همام عند اخوانه، الولد عند اهله، وانا اعرف اهلي زين. انا ماليش دعوه باهلك، انا عاوزه هيمه، يعني عاوزه هيمه. بجيب ليش الهيمه؟ اجيب ليش ابوي هيمه اجيبه، بس دخلي ذا اللسان في حلقي شويه، اوف مني شوف. يا مخضو وحشتني يا حبيبي، وحشتني يا هيمه، ابوك حطك طعم للوحوش، الله يخرب بيتك يا سعد. يا حرمة حشمي عمرش، لا تقل بالمكان مناها ثوب من هذا بعد. ألو نعم. ألو انت فين يا خلفان؟ يا راجل ده انت وحشتنا خالص، انت فين يا خلفان باشا؟ أسألك هرابي، انت مالك حد انت؟ انت ما تستحي، انت ايش فيك يا اخي؟ مو فيك، مو جايلك مليون مرة اقولك ألو لا تتصل، لا تتصل يا اخي، احشم عمرك ولو مرة واحدة. قرأ يا خلفان مالك؟ نبوية فيها حاجي؟ انت فين؟ انت فيك حاجي يا خلفان؟ ايه ما في حاجي؟ وانت ايش يخصك؟ ما اريد من حد سؤال؟ هات غابت عينك زول هلك، الله يهلكك كده برضو تقفل السكة في وش خالي هريد يا خلفان؟ خليه غيب، خليه غيب خالص، لي خليه غيب، جايب لنا شقلوب ده الهريدي ده، اعوذ بالله من ابليس. على الهوى شباب. ليش معصب يا خلفان؟ طيب حياة تفاهم. بالك يا اخي ايش هذا العصبيه؟ ما انت معصب انت خلفان. الحياه تفاهم. وينازع خالها مسكين. ايوه يعني شوف خالها يتصل فيها من مكان بعيد، يعني من حقها مستنكر، ترى ما يسال عنهم ولا شيء، واخبارهم من زمان منقطع. شوف على فكره هذه من الاشياء اللي تسبب مشاكل في العلاقات الاسريه. اكيد التفاهم شيء يعني صفة محمودة لابد من وجودها في العلاقات الزوجية. أكيد ومن الأشياء المهمة جدا أنه من حق الطرف الآخر أنه تتقبل أهله طبعا، مهما كانوا يعني شوي ها تحملهم عشان خاطر أيضا طبعا الطرف الثاني طبعا. ولازم تكون هذه العلاقات أكيد مهمة وتقويها مع يعني مثلا أهل زوجتك، أو إذا كانت المرأة مع أهل زوجها أيضا تقوي هذه العلاقات، تكون علاقات أيضا جميلة. كنا تحت الهواء أنا وسلوى نسولف عن مسألة أيضا الزواج. تقول سلوى أنا ما ضار مني غم إلا على هذا، هو 18 سنة ومتخرج من المدرسة زين، ويروح يقول حال أمه، ما يقولها تعالي خطبي لي أبا أتزوج زين، هو 18 سنة يعني صار اشتغل في الجيش ولا في الشرطة ولا في جهة عسكرية ولا وين كان يعني زين، قال يلا خلنا بنزوج، وهو يعني كيف مستواه الفكري صح انه خلاص يعني عاد ينفع زواجه زين. 18 سنه حرام عليك. لكن كيف ثقافته
وفكره في مسألة الزواج، العلاقات الزوجية، يعني أمر ما مهم جدا. وبعدين الزوجة اللي راح يزوجها ربما راح تكون أصغر منه. نعم. فكيف أنت وجهة نظرك يعني سلوى؟ بخبرك طبعا عن وجهة نظري، لكن خليني طبعا أرحب بكل من انضم للاستماع لنا في هذه الدقائق، واللي طالع من دوامة حياكم الله معانا، اللي تستمعوا لإذاعة الشباب من سلطنة عمان. إحنا معاكم في شباب على الهواء، وموضوع حلقتنا اليوم عن الحياة الأسرية، ضوابطها وأسرار نجاحها. نتمنى لكم إن شاء الله مستمعينا وصول سالم إلى إن شاء الله إلى بيوتكم أو حتى إلى أي مشوار آخر، ونتمنى لكم دروب السلامة إن شاء الله. عموما نرجع للموضوع مستمعين، موضوع الحياة الأسرية، ضوابطها وأسرار نجاحها. ردا على سؤالك خلفان، طبعا أنا بصراحة ضد الزواج المبكر، يعني 18 سنة أتصور أنه هو بعد ما كون شيء عن الحياة، فما بالك عن الحياة الزوجية؟ الحياة تونا بادين، يعني خلصت أنت المدرسة 18 سنة أو 17 على الأقل، واحد يدخل الكلية، حتى في الكلية عالم آخر، 5 سنوات ممكن تقضيها 5 سنوات تتعلم أشياء مختلفة، تكون أيضا علاقات مختلفة، طريقة أيضا تفكيرك تختلف على فكرة لما تدخل في، طبعا يكون عندك دراسة جامعية شيء مختلف تماما. أنت لما تخرج من الكلية وتتخرج بعد 5 سنوات راح يكون أيضا عندك نضج فكري في هذه المسألة طبعا. وبعدين لما تدخل أيضا سوق العمل بعد 5 سنوات هذه على الأقل تشتغل 2-4 سنوات أيضا راح يكون عندك تفكير مختلف، راح يتطور أيضا تفكيرك، وراح يكون عندك أيضا قدرة أنه أيضا كيف تتعامل مع الآخرين. فما بالك أيضا أنه تفكر تفتح بيت، وأيضا تفكر أنه يكون عندك أطفال في المستقبل. هو أيضا يعني سلوى، التكوين الفكري أمر مهم جدا، وطبعا هو من الأساسيات. أيضا لا ننسى ولا نغفل عن جانب التكوين المادي. نعم. إذا واحد يعني أنا توني طالع وأريد أتزوج، يلا مجمع لي بيستين وأصير أتزوج زين، ولا الوالد يزوجك، ولا الوالد يزوجه زين، وبعدين هو ما نظر في مسألة أخرى، دخله الشهري غير دخله الشهري، إيش متطلبات الحياة الزوجية ماديا. في متطلبات كثيرة يمكن الواحد راح يتفاجأ بها بعد ما يتزوج طبعا. لكن في البداية ما كان وضعنا في الحسبان. أكيد. هنا المشكلة. وأيضا في المستقبل خلفان لما يكون عندك أطفال، اليوم عندك الأول بكر الثاني الثالث وغيره، راح تزيد الأعباء المادية عليك طبعا. وفي نفس الوقت أيضا أنت كيف راح أيضا تقدر تربي هذا، تربي نشأ وانت ايضا في سن صغير، وايضا فكرك توا يعني ما كثير مطلع على الحياة بشكل عام. هذا نقطة جدا اساسية، وكيف ممكن احنا ايضا نبني مستمعينا ايضا الاسرة، وكيف ايضا نبني او ايضا يكون عندنا هذا النشأ ونربيه على ايضا ضوابط واسس معينة. لانه اليوم الاسرة اذا فسدت يفسد المجتمع، واذا نجحت وكانت عندنا اسر سعيدة المجتمع طبعا يرتقي فعلا ويكون راقي. اسحاق الشريان يقول: الغضب جند من جنود ابليس، فاجتنبوه وحتى تستقيم الحياة فالعفو عند المقدرة. إذا يعني مسألة الغضب، مسألة يعني الحين خلفان اللي قال سويه زين مع زوجته، ولما يكلم خال زوجته وذيك المشاكل وذيك الربشة بمسونها، هذا يعني إحدى الأسباب اللي راح تؤدي إلى عدم التفاهم طبعاً. إلى التوتر في العلاقة الزوجية، في الحياة الأسرية، سواء يكون هذا على الزوجة وعلى أهل الزوجة وعلى الأطفال، ومن بعدهم الأطفال راح يأخذوا إلى حياتهم الزوجية الأخرى وإلى أولادهم. نعم. فتكون مسألة متوارثة يعني. نعم. فإذا العفو عند المقدرة، والتنازلات مهمة جدا في الحياة الزوجية. كل واحد لابد أنه يأخذ يعني بالرفق على الزوجة، على الأبناء، وكل شيء يأخذ به هداوة، والأمور راح تمشي. وفي النهاية طبعا الزواج هو مودة ورحمة طبعاً. وتكوين الأسر أيضا السعيدة ما يأتي من فراغ، أنه أنت كرب أسرة أنت طبعا ربان هذه السفينة، وكيف أيضا تمشي هذه السفينة وتصل إلى بر الأمان، أنت المسؤول الأول. وأيضا تأتي يعني المرأة أيضا لها دور جدا كبير في تنشئة هذه الأسرة بجانب طبعا الرجل، وفي النهاية هم طبعا متعاونين في تنشئة هذه الأسرة وتكوينها وتوصيلها إلى بر الأمان. اللي حاب يشاركنا مستمعينا على الرسائل 90456 والاتصالات 24-6-9-8-1-5-1 من خارج حدود السلطنة 0-9-6-8-2-4-6-9-8-2-1-8. السلام عليكم. وعليكم السلام. ناخذ الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. حياك الله بالخير. الله بالنور والسعادة. محمد. محمد الصالحي. ايوه. حياك الله يا محمد، شخبارك؟ الحمد لله. من وين يا الصالحي؟ صبر استاخوي. من ولاد صنعاء. من صنعاء. قربت يلا. حياك الله. يعني. محمد متزوج مكون أسرة ولا بعدك؟ هي النص. النص. يعني خاطب؟ لا، بعد الزواج. اللي يكون بعد الزواج مطلق.
طيب محمد، احنا ايضا اليوم نتكلم عن الاسره، الحياه الاسريه، ضوابطها واسرار نجاحها. بما ان ايضا عندك تجربه وعندك خبره في هذا الموضوع، كيف ممكن تفيد المستمع اليوم في هذا الجانب؟ يعني والله نعم. يا اختي انا متزوج في 2012، عاد ما تخرج حاليا 3 سنوات تقريبا. نعم، جديد بعدك يعني. ايه جديد. المشكله يعني هي تطبق على الزوجين. نعم، على التفاهم والمحبه والموده في الوقت يعني. اذا مثلا على سبيل المثال، اذا كان الزوج عارف نفسه، عارف قدرته من ناحيه الزواج، والشيء اللي هو يسويه ان هذا الصح، يعني تابع الله ورسوله. نعم، ما في غلط ولا في اي حاجه طبعا. اكيد. واذا كانت الزوجه مثلا على سبيل المثال يعني ما تسمع كلام زوجها، ما تشير في اشياء ثانيه، يعني شو بيكون خلاف؟ ما في تفاهم يعني بين الزوج والزوجه الحين، ما يكون تفاهم بخلاف زوجي والزوجه. وين الحاجه هذه راح توصل؟ اكيد انه توصل بالطلاق، صحيح ولا غلط؟ نعم. لا ما يعني ما على طول، ما على طول على الطلاق، ما على طول. نعم. ما على طول على الطلاق يعني. لكن اذا كان الزوج نفس الحاجه عطاه فرصه يعني اشياء كثيره يتبعها في ناحيه الدين. نعم. فانا الحمد لله رب العالمين تبعت في امور الدين، في امور الدين، وفي هذا الشيء مذكور في القران، في القران الكريم في سوره النساء يعني. نعم. تبعت كل شيء، خطوات اللي انا سويته، وشوف بعدين كيف النتيجه راح توصل يعني بالذات. نعم. شفت النتيجه اللي ما وصلت على النتيجه اللي انا اريدها، يعني النتيجه تكون صلح ووده ومحبه طبعا. طبعا. فاتجهت يعني حال لهل البنت يعني، من رغم انا يعني الزواج لكل لشخصين قبل مثلا علاقة طبعا. علاقة حب ولا هي مثلا على سبيل المثال علاقة يكون بين أهل وأهل البنت يعني، فلنا يعني نقول نفس الشيء اللي هو زواج الأهلية وغير ناحية الزواج الأهلية نفس الوقت. نعم. يعني أنا تبعت قصة حب صارت لي معي، فإذا شفتها لشركة حياتي اللي أنا أفكر فيها ولا أنا أريدها ولا شيء زوجته، يعني طول السنين هذيك ما جابت النتيجة. نعم. فاتجهت لأهلها، والرغم كأنا يعني وكان أهلي يعني ما موافقين، وأخوانا كان ما موافقين، وبالذات أنا أصريت أنا كأتزوج. نعم. يعني صار الموضوع ان يا محمد يا فلانة فجمعني بينهم يعني شخص ذاك، وخبرت كل شيء اللي انا سويته وبين الصح وبين الغلط، واتضح ان الشيء اللي سويته كل شيء صح. نعم. وبعد ما زال يعني الامر يعني الواحد يتعانى يعني ايش كيف يسوي، ما يعني صحيح اقبض عند الله الطلاق، ما اريد يطلق. اكيد. يعني انا كنفسي كزوج اريد يكون نفس الشيء، نفس الحاجه، يكون عندي طفل. نعم. اريد بحنيه الابوه. أكيد. تكون معاي يعني. نعم. محمد اخوي محمد، تسمح لي بس اسالك سؤال عشان ايضا اوضح للمستمعين، ويكون عندك ايضا خبره ايضا في هذا الموضوع. قبل غير مساله الحب، انت ذكرت انه كان ايضا عندكم يعني انه تميل لهذه البنت، وايضا تقدمت لها واصبحتوا زوجين بشرع الله. لكن غير الحب اخوي محمد، هل نظرت لاشياء اخرى، لاسس اخرى في الزواج غير الحب؟ هل تعتقد ان الحب هو فقط اللي يخلينا احنا نقبل بالطرف الاخر، ما في اسس ثانيه درستها قبل موضوع الزواج؟ يعني في امور مختلفه، مساله التوافق الفكري بينك وبين هذه البنت، مساله المستوى التعليمي، مسائل مختلفه ايضا غير الحب. كذلك مساله مهمه اضيف على سلوى، مساله وامرهم شورى بينهم. يعني انت مثلا قلت انك رايح متوجه للزواج، بس ابوي واهلي واخواني كانوا ما موافقين. ايضا رضا الوالدين ورضا الاخوان، يعني اتوقع امر مهم. الوالدين هو من نفس الحاجه، هي زينه تكون، لكن اذا كان مثلا عزيزا انا ابوي متوفي، صحيح؟ الله يرحمه ان شاء الله. الله يرحمه. فوالدتي هي اللي شجعت على الزواج، انا فكرت ناحيه هذا البنت اللي تفيد ان انا اريدها يعني خلاص، نفس ما يقول ذاك القلب اللي ما يريد الشخص اللي يحبه.
صح، لكن انت نفس الوقت يعني خلاص المهم صار الشيء هذا واستوى وكل حاجه، يعني برضى الوالده يعني ما يهمني رضا اي حد غير رضا الوالده. اكيد اكيد. عموما احنا سعيدين مشاركتك معنا اخوي محمد، وايضا ايضا انا اسعد بغى اضيف نقطه. نعم. يعني بشكل سريع اضيف حاجه بس بشكل سريع، يعني في مشكله بعض الاحيان بعض الاحيان اللي انا اسمعها ولاني قربت يعني نحت اللي اذا شخصين على يعني اذا كان شخصي مثلا كزوج او زوجه صار بينهم نقاش وبين حوار يبتعدوا لهالي بعيد. نعم فعلا كان ويش علشان نعم. ما يتدخلوا امورهم الخاصه بينهم الزوج. اكيد وزوجة. اكيد هذا الشيء يكون نعم يحلوا بعضهم بعض. نعم. يحلوا بعضهم بعض. نعم. في الواحد فاشي اتمنى يكون يعني الناس يعني الزوجه حياه زوجيه ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله نورين على هذا البرنامج يعني الشيق والحلو بالذات يعني. الله يسلمك. تسلم محمد الصالح يعطيك العافيه، ونتمنى لك ان شاء الله ايضا حياه مستقره ان شاء الله في المستقبل باذن الله. وفي النهايه احنا نتكلم مستمعين عن اسس الزواج. أنا وجهة نظري طبعا أنه الحب لا يكفي لتكوين أسرة طبعا. الحب أيضا هو شيء أساسي، ولكن ما هو فقط الأساس، الاحترام أيضا مهم، الثقة مهمة، يعني التوافق الفكري مهم، المستوى التعليمي بين الطرفين مهم، أشياء كثيرة جدا لو أنا سردتها في البرنامج ما راح تخلص، هي جدا مهمة. فجميل أنه الواحد لما أيضا يكون متعلق بشخص معين في مسألة المودة هذه ما بس ينظر لهذا الجانب، ينظر أيضا إلى أسس أخرى. على فكرة هو الزواج ما بس هو تكوين بين علاقة بين شخص وآخر، هو أيضا تكوين علاقة جميلة بين أسرتين، بين أسر راح تصير في المستقبل طبعاً. أعمام هذه البنت، أخوالها، خالاتها، يعني راح يكون هناك تواصل بين عائلات كبيرة. فأنت راح تكون الأساس وأنت راح تكون المحور، وإذا كانت التنشئة بينكم أنتوا تنشئة جميلة وتواصل جميل راح يكون هذا الشيء أكيد عام على الأسرتين طبعا. إذا كل طرف من الطرفين لابد أنه يعي كافة الأمور والجوانب المتعلقة بالحياة الزوجية المستقبلية. ليش؟ لأنه يعني مثل ما قالت سلوى، مسألة أيضا استمالة قلب، ومسألة أيضا توافق فكري، ومسألة مستوى تعليمي، أيضا مسألة عادات وتقاليد ورؤى كذلك مجتمعية، أيضا رضا الوالدين أمر مهم جدا. نعم. إذن أيضا لابد أن الواحد يكون مطلع، لابد أن يقرأ، وتوقع أنه ديننا الحنيف يعني فيما يكفي من هذه الأمور الواحد يرجع لها يطلع عليها، يعرف إيش أمرنا الله سبحانه وتعالى وبماذا نهانا طبعا. فيما يخص هذا الموضوع، وهنا يتوقع يعني بما يكفي متواجد، والإنسان لابد أنه يقرأ أيضا في الدراسات اللي اليوم جالسة تنزل دراسة وراء دراسة، أيضا يقرأ في ضوابط وأسس وأسرار نجاح الحياة الزوجية، وما يمنع أيضا خلفان أنه يحضر دورات في هذا الجانب طبعا. حتى لو أنت صار علاقتك مع علاقة الطرفين جميلة ما يمنع أنه تحضر دورات. الحين في عندنا كثير دورات حتى هنا في السلطنة جزاهم الله خير المتخصصين في هذا الجانب الاجتماعي يقيموا دورات أيضا خاصة للنساء، في دورات خاصة للرجال، وما في مانع أنه ولا في حرج أنه الشاب اليوم يحضر هو وزوجته، أو تحضر زوجته وهو أيضا يحضر في دورة خاصة بالزواج، في تربية الأبناء، في تنشئة الأبناء. وهذا شيء أيضا يعني يضف إلى خبراتك طبعا، أنه أيضا تأخذ خبرات من أصدقائك، من أهلك، من أخوانك اللي سبقوك في هذه المسألة. جميل. كذلك لو يخصص مثلا منهج سلوى، يعني منهج من المناهج سواء في الكليات أو الجامعات، كون هذا العمر أتوقع يعني قريب من عمر المقبلين على الزواج. نعم. زين، يختص بهذا الموضوع، يختص أيضا بمسألة كذلك الحياة الزوجية وأسرارها. نعم. وإيش هي ضوابطها، وإيش هي أيضا يعني الأسس اللي لازم أنا امشي عليها. انا اعرف انك مستعجله بتشوفي عليه تقريبا تويتر. زين يلا اكيد كلام جدا جميل. عندك تويتر؟ اذا رقية ناصر تقول مساء سعاده برفقه اوطانكم الصغيره، اسركم الجميله، الثقه والحب والتفاهم من اهم اركان الاسره السعيده، لا حرمكم الله ممن تحبون. شكرا جزيلا يا رقية. باذن الله. وايضا شكرا لمحمود الهلالي. وخليل حمد الجابري على تويتر يقول الاجتماعات الأسرية المتواصلة لها دور كبير في التلاحم والتماسك في الأفراح والأحزان. هند داير تبا بالله على الاجتماعات.
ما حد يشوفها ولا شيء. يا أخي الحين اجتماعات على شبكات التواصل عندك الواتساب ممكن تستغل، لكن أنا على فكرة ضد هذا الشيء طبعا، لأنه اليوم يعني لغة الجسد جدا مهمة في التحاور بين أفراد الأسرة. اليوم أنت لما تتواصل عبر الشبكات ما في لغة جسد، يعني ما تشوف نظرة العين، ما تشوف الإيد الحانية اللي أحيانا الأم تضعها على بنتها وهي تكلمها يا بنتي سوي كذا كذا، أو أن اليوم الزوج لما يكلم زوجته يكلمها يعني بحوار جدا جميل ويشوف عليها نظرات العيون لها أيضا طبعا لغة مختلفة وجميلة، وفيها كثير أيضا من الدفء أيضا بين أفراد الأسرة. لكن لما أنت يكون التواصل فقط عبر الشبكات أتصور ما في مشاعر، الشبكات طبعا خالية من المشاعر، يعني حتى صوت أقل شيء عاد مكالمة يعني على مكان. طبعا مكالمة يعني يلا ما علي. طبعا احنا راح نتكلم على فكرة مستمعينا في محور من المحاور عن العلاقة بين أفراد الأسرة في ظل طبعا وجود شبكات التواصل الاجتماعي، إلى أين وصلت العلاقات في بين الأسر. مساكم جميل وروعة، كروعتكم وتميزكم شكرا. نتشوق لبداية الأسبوع دائما للاستماع إلى برنامجكم. من أبو اليمان، شكرا يا أبو اليمان، يقول الحياة الأسرية تبدأ من الاختيار الناجح لشريك الحياة، فهما الأساس الذي سيبنى عليه البناء الأسري الناجح. كلام جدا جميل أكيد. إذن هو لابد أن كل واحد يكون مقتنع زين تمام القناعة، زي كل طرف مقتنع في الطرف الآخر بكل ما في الكلمة من معنى، لأنه هي البداية، وإذا كان الاختيار ناجح وواضح من البداية أتوقع أن الحياة الزوجية راح تستمر في هذا النمط وفي هذا الإطار. ولكن يعني إذا كان مثلا مثل ما قلتي سلوى أن الواحد يغصب على بنت عمه ولا يغصب على فلانة زين ولا فلانة نعم. حجوزة حال فلان زين بهذه الطريقة يمكن ما راح نوصل لشيء، ما راح نوصل لشيء طبعا. سلام عليكم. عليكم السلام. ورحمة الله. الاتصال 2-4-6-9-8-1-5-1. سلام عليكم، يا مساء الخير. الحب شاركنا مستمعين على الحياة الأسرية ضوابطها وأسرار نجاحها، نستقبل مكالماتكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. حياك عبد الحميد. الله بخير جميعا. نعم عبد الحميد. أيوة عبد الحميد النوفي معك. حياك الله تفضل. حياك الله، أول شيء نحييكم بالخير على هذا البرنامج الرائع جدا الجميل. الله بالنور والسرور. والذي يتناول الأسرة ومشاكل الأسرة. بس حبيت أعلق على بعض النقاط البسيطة، كون إني بعدني عزوبي مثل الزوج، بس لاحظ بعض المشاكل الأسرية في المجتمع بشكل جدا بالذات في الفترة الحالية، يعني نعم. جدا ملموسة وجدا واقعية. يعني أقدر أقول أن أنا أتزوج مثلا بنت عمي ولا بنت خالي على أساس إرضاء لأمي أو لأبوي أو لأحد الأطراف العائلية، فهذا أنا أحس أنه شيء مش بمصلحة الشخص نفسه. نعم النهاية أن الرجل له قرارات طبعا، وأيضا المرأة لها قرارات. أحس أن بعض الأوقات يكون قرار الأهل بأمانة هو فشل زواج الأبناء. ما دائما يعني. ما دائما ما دائما أبو الحميد. نعم ما دائما يعني، لا أكيد ما دائما، لكن أقول في بعض الأحيان يعني طبعا بعض قرار الأحيان. الأهل نعم. على الزواج في النهاية مثل ما قال أخوي محمد صالح قبل شوي، أن بناء على رغبة والد أو بناء على رغبة ابنه ما اتفقوا على أن يتزوج البنت طبعا. صح هو يحبها، صحيح هو القلب ملكة، بس القلب أحيانا مش هو كل شيء بعض الأحيان. العقل بعد لازم يكون حاضر في هذه المسألة. نعم يعني ما بس خيارات القلب وقرارات القلب، العقل أيضا لازم يكون له دور في هذه المسألة، لأنه أنت راح تنشئ أسرة وفي النهاية هذه الأسرة أنت مسؤول عنها، وراح يكون عندك أطفال وراح تنشئهم وتربيهم أيضا، وفي تبعات كثيرة طبعا. فأتصور أنه ما بس القلب اللي هو طبعا المسؤول، أنه عشان تقرر لأنه القلب يحب مثلا شخص معين فتميل له وتسلم أنه خلاص نبدأ مشروع الزواج، صح ولا لا يا عبد الحميد؟ صحيح، بس الشخصية أحيانا كلها دور، صحيح ولا لا؟ نعم
شخصية نهدوة طبعا، لكن العاطفة أيضا ما تفوق على العقل يا عبد الحميد. نعم كانك أنت ما تسمعنا زين، شيء عندك إشكالية ولا شيء في الصوت؟ إشكالية شوية في الشبكة. نعم كمل عبد الحميد تفضل. أقول أحيانا نفسي أقولك إذا أنت ما عندك القرار المناسب بداية الزواج أو بداية العلاقة، كيف راح يكون أنت عندك قرار من بعد فترة الزواج؟ طبعا طبعا، إذا أنت الحين أنا رحت على رغبتك، أمي أبوي إخواني أهلي، كيف راح تكون أنت قرارك من بعد الزواج؟ يعني معناته تحقيقك أفضل ضعيف. نعم فعلا نقطة جدا مهمة، حيك عليها عبد الحميد. نعم ايوه، ما عندك الشخصيه القياديه اللي عندك تقدر نعم. عموما اشكرك اخوي عبد الحميد، بس تسمح لي لانه احنا الصوت عندنا ما واضح ابدا، اتصور انت في منطقه فيها الشبكه شوي ضعيفه، فاتمنى أن تثبت في مكان عشان ايضا نسمعك بشكل واضح وتحاول تتصل فينا مره ثانيه. شكرا عبد الحميد. عموما هي نقطتك واضحه، هو يتكلم عن مساله الشخصيه. جميل انه الشخص يكون عنده شخصيه، وبالتحديد الرجل إذا ما كان عنده شخصية وقادر أيضا أنه هو طبعا يحدد الخيارات اللي هو يريدها، من الصعب أنه يفتح بيت طبعا, طبعاً في طبعاً. في المستقبل. ناخذ اتصال ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ نشكر الله طياب والله الحمد، كيف حالك؟ الحمد لله. أهل شكيلي معك. يا مرحبا بشكيلي، من وين؟ من مسقط. هيا مرحبا. لكن قبل ما أبدأ حديثي رسالة شكر، شكر فعلا لإذاعة الشباب وعلى هذا التنوع من البرامج الهادفة. الله يسلمك. واللي نتمنى يكون له امتداد في جمعيات المرأة العمانية، في أندية رياضية، في مختلف المؤسسات المجتمعية إن شاء الله، لأن من أهم أو من أساس خدماتها هي الرعاية الاجتماعية طبعا. متفرع ممكن نحدث أي تغيير ممكن إلا المجتمع عامة. نعم أكيد. موضوعكم كثير شيق، والأشياء الأساسية والجوانب الأساسية في الحياة الزوجية. نعم لله الحمد، طبعا متزوج. نعم الحمد لله. عندك أطفال؟ كما يقولوا في العام الرابع العشر يعني من الزواج. ما شاء الله. الحمد لله. عامل بالخير إن شاء الله. يعني معناته عندك خبرة كبيرة يا فهد. إن شاء الله تكون بس طيبة يعني، ما أخذ لا ترى هو من لهجته. بس أحب أركز على نقطة، إحنا الرجال أو معشر الرجال نعم دائما ما يغلب علينا الجيش والشخصية، ودائما ما نحب نظهر بالمظهر اللائق والقوي أمام زملائنا وأصحابنا وأهلينا. بس ما المفترض أنه يكون هذا على حساب الزوجة وعلى حساب الأسرة. نعم احنا كشباب الحين رسالة أوجهها لجميع الشباب، أنت صاحب، إذا حاول تكون صاحب إيجابي وصاحب خير للشخص، لزميلك، لصاحبك. فجوانب كثيرة، لكن أهمها أن الرجل بتركيبته الربانية حسب ما خلق الله تعالى هو موطن تحمل وموطن مساحة للأسرة كاملة. الصبر لابد ما يكون هو شعاره والوشاح الأساسي. فبحكم تركيبة المرأة وتفكيرها وعاطفتها لابد ما يكون في نوع من الامتزاج بين الزوجين حتى أنهم يتخطوا كل العقبات. فبطبيعتها حواء تزعل لحظة، لكن زعلها رحمة فيما بعد. نعم. تكون انت البساط الأحمدي لها وللأسرة كلها، وبالتالي راح تنعم بعلاقة زوجية سعيدة وبأطفال واعين ومقدرين ويعيشوا في هدوء وفي سلام. نعم. جيل ومجتمع قوي. نعم. راح يكون بإذن الله تعالى. إن شاء الله. الله تعالى شاء كلام الله. جدا جميل منك يا فهد، وإن شاء الله نتمنى زايد حياك الله. اسمح لي خبروني هم فهد. اي نعم. لا ما عليك. زايد. الاسماء ما تختلف. عموما انا احب اركز على نقطه مهمه، دائما احنا كبشر محتاجين الى ترميم مستمر في عاداتنا وقناعاتنا. نعم. اذا كنا ما نقدر نتخلص من قناعات عقيمه اصبحت، واللي هي تاثر وتظهر بالشكل الخارجي على هيئه عادات او تصرفات او سلوكيات. نعم. فبامانه انا من واقع تجربه، أنا أول ما تزوجت طلبت منها شخصيا أنها هي تكون الربان، لما تشوفينا غلطان وشهينة براحتك يعني. براحتك. جميل. وبالعكس يعني وصلت لمستويات أشكر الله تعالى وأشكر كل من حولي فعلا،
واشكرها شكر خاص انها كانت هي الاخت والصديقه والزوجه والام بالنسبه لي كل شيء يعني. يا سلام. ام مين هي؟ هي ام الازهر. نوجه لها تحيه ام الازهر. تستاهل كل خير. بالعكس انا اقول الرجل هو الاساس، الرجل لابد ما يفرض مساحات دائما، يحاول الالتحاق ببرامج فعلا. احنا يمكن ينقصنا في المجتمع اللي هي مؤسسات الاستشارات الاسريه. نعم. او حتى اذا كانت موجوده في عزوف نوعا ما من قبل الجمهور ومن قبل الرجال على فكره يا شكيلي، المراه اكثر تبادر. اكثر ما يكون انا معاكي، انا كمحاضر واروح على كثير من المؤسسات وكثير من اللي هي نقول المدارس او حتى المؤسسات الحكوميه والخاصه، ودائما ما تجيني استفسارات من مثلا بعض الاخوات او بعض الاخوه بعض الاحيان. لكن حصل ان في حلقه مفقوده، بعض الاحيان يكون اللود كله على الزوجه، بعض الاحيان حصل ان اللود كامل على الزوج. صحيح. هنا لابد ما في جلسه شويه استشاره ويعني اعاده صياغه لمفاهيم التعاون فيما بينهم هم الاثنين. حتى يزرعوه في الابناء، يعني فعلا احنا محتاجين جيل ينهض بهذه النهضة ويستمر أكيد. فيها وجيل محتاجين أنه يعمر عمان. نعم. عمان الجميلة، عمان اللي هي تربطنا فيها أكيد. دائما أكيد. هذه الأشياء اللي قاسين. أكيد بوجودك يعني يا شكيلي ووجود الشباب الرائعين أمثالك وأيضا. لا بالعكس. نعم. إن شاء الله أكيد. إحنا بخير الحمد لله. وإن وجد بعض الحالات وهذا شيء الله صحية في أي مجتمع يعني. أكيد في النهاية هي الحياة فيها الحلو وفيها المر، في النهاية إحنا نحاول أنه إحنا نسير أكيد نسير قدر المستطاع أنه لنصل إن شاء الله، وأيضا الواحد يحاول قدر المستطاع أنه هو يبدأ بداية صالحة في بداية أيضا تكوين لأي أسرة. شكرا لوجودك معنا أخوي زايد الشكيري. ويمكن نقطة أخيرة أستاذة بس عشان أن نختم فيها، بشكل سريع نتمنى من الأبوين أن يزرع مفهوم المسؤولية عند الأبناء. نعم. يعني اللي حاصل في أساليب التربية الحالية كثير من الدلال وكثير من الدلع. صحيح. اللي فعلا راح يضيع مفهوم المسؤولية، بالتالي الإنسان راح يضيع في المستقبل في عملية اتخاذ قرارات الشخصية عملية موازنة الأمور في حياته الشخصية. نعم فعلا كلام جدا جميل. هو دائما التوازن في الأمور أكيد يا شكيلي. شكرا لوجودك معانا، تحياتنا لأم الأزهر أيضا. حياك الله. شكرا جزيلا. إذن متواصلين معكم مستمعينا الكرام في برنامجكم شباب على الهواء في موضوع يتعلق بالحياة الأسرية والحياة الزوجية، خصائصها، أسرار نجاحها، ضوابطها، كل ما يتعلق في هذا الموضوع. نحن نرحب بكل مداخلاتكم تكون إضافة جيدة للمستمع تفيد ونستفيد منكم بإذن الله. اللي حب يشاركنا مستمعينا في الموضوع على 24698151 للاتصالات والرسائل على 0-9-6-8-2-4-6-9-8-2-1-8 الرسائل 90-4-5-6 وناخذ بعض الرسائل. نسعد أكيد مستمعينا بمداخلاتكم ووجهات نظركم في موضوع حلقتنا لليوم. احنا لو تكلمنا أكيد في هذه المواضيع ما راح أكيد نوفي حقها، لكن أيضا وجهات النظر اللي نطرحها هنا جميل ان نسمع وجهات نظركم ونستفيد ايضا من المجربين، خاصه في مساله الزواج وتكوين الاسره. من الحارث محمد عبد المحسن يقول الحياه الاسريه روضه حينما تحاط بسياج المرونه من الطرفين. مشكور يا الغساني. اذا انا انصح بالزواج المبكر بغض النظر عن العمر والامور طيبه، زين حل القضاء على العنوسة من أبو شهاب أشي أو سيباني أو سيابي. نعم أدرى. يا صلاة الزين على صغورة يا صلاة الزين. صدقت أنا عاد كني قمر 10 و2. وأبوي أنتي ما قمر 10 و2، أبوي أنتي قمر 15 ما لا 10 و2. عقب بعدك بتشوفني بالعيد كيف أستوي؟ وأبوي لا تكتليني علو تكتليني شي. الذهب والتصفد وتزين واطلع ما يحتاج، بس أنت أدفع. نعم أدفع، مو بعدني أدفع. دفع كمية ريال. هي المسألة بعدها فيها دفع، ما دام كذا أحسن تجلسي غبرة، ما أبغاش تزيني. يلا ما وعدت نزيل تدفع بيكون ما يجي 150 ريال. نعم ما يجي 150 ريال، يعني ما واجد 150 ريال. يا سلام، حال مو 150 ريال، حال واجد، حال البزارات، حال الخل، حال البخور، حال اللحم بس. وهذا اللي يبغاني 150 ريال.
إنزين الخطار والضيوف اللي جيوا معنا مو نعطيهم؟ يعني لازم احنا نعطي الضيوف فواكه، نعطيهم حلوة، ما لازم نعطيهم تفاح وموز، موز موز بومبي موز. إنزين اليوم محل الفواكه حالي؟ وانتي مو تبغي لهم فلوس، ما معطنيش من يومين؟ ما يصدن، بعدني أبغى حل خياطة مخيطة ثياب، وأبغى حل حنة والياس والحل والعطر، مو هذا ما يبغى؟ أقول طحت فيه مش نقوموه. ها مو قلت؟ مو نوبة قلت، أمري لله، إذا ما عطيشش بتقولي شنقوم بخيل، لكن حرصي حرصي حرصي، أنا بنفسي أجيب كل شيء، فلوس في يديش لا أبوي لا ما مازح، يلا يلا ما شي لعب، أها توقعي، بايت لعبي علي أنا ها؟ حكم. شباب على الهوى. شباب هذه من ضمنها طبعا مستمعين اللي تخلق شوي من المشاكل، يعني المرأة أحيانا تبغى مبلغ شوي زيادة، تبغى مسكينة تشتري أشياء تستاهل تستاهل وما يعطيها زين، إيش نسوي؟ يلا إن شاء الله بيعطيها وبيحن قلبها بإذن الله. عموما مستمعين إحنا متواصلين معاكم وموضوعنا الحياة الأسرية ضوابطها وأسرار نجاحها، ونرحب بمشاركاتكم أكيد معنا 24689151 للاتصالات و90456 للرسائل، وأيضا بإمكانكم مشاركتنا عبر تويتر على شباب راديو عمان، ونسعد أكيد بتغريداتكم وأيضا رسائلكم. نأخذ بعض التغريدات. الحياة الأسرية تبدأ من الاختيار الناجح لشريك الحياة، فهم الأساس الذي سيبنى عليه البناء الأسري الناجح. خذنا هذه الرسالة من أبو اليمان، شكرا لمشاركتك معنا. كذلك سنيد إشكالية تقول: ما كل من يضحك سعيد بالدنيا، وما كل من يبكي دموعه حزينة، أحد بكى والكل يدري عن بكاه، وحدا مع الضحكة تحسب ونينة. من سنيدة شكرا جزيلا. شكرا لك. وأيضا أساس نجاح الحياة الأسرية هو الحوار والتفاهم، وبتعزيز هالشيء في العلاقة بين الأم والأب وبينهم وبين أبنائهم. من الراية الغيثية، مشكورة يا راية. كذلك الحجاج يقول برنامج، هو يتكلم عن برنامج آخر. عموما أخوي الحجاج تتكلم تسأل عن برنامج كسر والحماني، يأتيكم هذا البرنامج كل سبت الساعة 8 المساء. فريد المحروق مساكم ورد، شكرا لك يا فريد، تحياتنا لك، موجودين دائما، تحياتنا لك يا المحروقي. كذلك أمل تقول: أسعد الله مساكم، ونشكركم على المواضيع التي تطرحوها، والمجتمع بحاجة للوعي في مثل هذه الأمور من أجل إنشاء أسرة متفاهمة متعاونة. شكرا يا أمل. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير، ناخذ الاتصال. مساء الخير. سلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير أخت سلوى، كيف حالك؟ حياك الله. سالم البريدعي. سالم البريدعي معك. نعم. من وين يا سالم؟ أنا حاليا من السويق. حياك الله. يا هلا ومرحبا فيك سالم. كونت أسرة ولا بعدك؟ الحمد لله أسرة عندي الآن، قديم يعني من سنة مدير كم؟ أنا تزوجت في سنة 95 ما شاء الله. نعم في 95. والآن عندي ولد، أكبر أولادي حسام. وأول سنة في جامعة سلطان قابوس ما الحمد شاء لله. الله يحفظه إن شاء الله. يحفظه إن شاء الله يا رب. آمين آمين إن شاء الله. يعني خبرة كبيرة يا سالم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا كونت بيت والحمد لله، وعندي 5 أولاد ما شاء الله، الله يخليها. وحياتي سعيدة الحمد لله، هذا بفضل أم حسام أيضا. الحمد لله. نوجه لها تحية بعد أم حسام. الله يخليه، شكرا لكم. تفضل يا سالم، إيش ممكن تضيف اليوم للشباب المقبلين، وأيضا الشباب أيضا اللي هم أيضا خلاص متزوجين بس حابين يسمعوا لنصيحتك، كونك أيضا عندك خبرة كبيرة في تكوين الأسرة. نعم موضوعكم جيد، والحياة الأسرية لابد أنها تكون مرتبطة بين زوجين في البداية. نعم. فتربية الأولاد حقيقة هي الشيء الأساسي في الحياة أو في السعادة الأسرية. العلاقة بين أفراد الأسرة لابد أن الإنسان ينظر لها بمنظور كل من مشاكلها إلى سعادتها. نعم. ففي البداية لابد أن الإنسان يشارك أولاده الفرحة ويشاركهم أيضا الحزن، ولابد أن يكون الأب المربي الصحيح. الحياة هي أنت إذا أنشأت الابن من بدايته، و
وربيته على الأخلاق والعادات الحسنة وكيف يتعامل مع الناس. نعم. تعامله الطيب سواء إن منك أنت أو من الزوجة. فرايح إن شاء الحمد لله أن تكون أسرة جيدة، أسرة مترابطة. نعم. ما نقول إن في ضغوطات، طبعا الحياة ما تخلى من ضغوطات الحياة أو من المشاكل لابد، لكن فاكهة الحياة بين الزوجين هي العتاب والمشاكل الصغيرة. نعم. وهذه ملح الحياة أكيد. هذه ملح الحياة، بس نعم. لابد إن الواحد تحصل معه، لو ما حصلت هذه المشاكل ما صار فيه تفاهم ولا صار في ترابط مكتمل. أكيد. الحمد لله أنا بفضل من الله وفضل مولانا جلال سلطان حصلت على منزل بقرض إسكاني طبعا، وفي سنة 96 جميل. حصلت على عفو نص المبلغ من مولانا جزاه الله خير وبد الله في عمره، الله يحفظه إن شاء الله. الحمد لله. نعم سالم، طبعا هذه مسألة البيت هي أيضا جدا مهمة، وتقود أيضا إلى أن الأسرة تكون أيضا مستقرة لكون عندها المسكن طبعا الدائم. وما نعم الحمد لله. نعم، لأنه أحيانا بعض الأسر لما تكون أيضا في يعني ما عندها السكن الدائم، أحيانا هذه تكون من الأسباب لسبب بعض المشكلات بين الزوجين. الحمد لله أنا أعيش حياة سعيدة مع أولادي معهم أولادي، الله يحفظك إن شاء الله ويحفظهم. في منزل مكون من الآن 5 أولاد الحمد لله، الله يحفظهم إن شاء الله لك يا سالم. وأتمنى الأخوان اللي قابلين على الزواج الآن أنهم ينظرون ويوضعون خطط للحياة، لأنها لم تجد الخطة في كل الأوضاع، سواء أنه يختار الزوجة المناسبة ولا بد انه ينظر ايضا لايجاد منزل او انه يعيش الحياه السعيده تتكون من خطط. نعم اكيد، ان وضعها الانسان في الحياه بتكون ان شاء الله ناجحه. نعم ان شاء الله باذن الله. نتمنى لك ان شاء الله التوفيق للجميع، ومشكورين على هذا البرنامج الشيق ودائما تطرحون المواضيع الجيده. بارك الله فيك يا سالم، الله يبارك لك ان شاء الله في اطفالك ان شاء الله. شكرا. يكون لك ذخر ان شاء الله وسند باذن الله. شكرا جزيلا للمخرج الاخ جلال، الله يسلمك ان شاء الله. تحية. شكرا لكم، حياك الله يا البريدعي، مشكور على تواصلك معنا. إذن نقاط كثيرة. انت نبض قلبي والله احلف لك براحتك. لا خذ راحتك جلال خلاص. وانت وحدك بس حبي، وانت لي كل الحياة، في وجودك ما بقالي غيرك انت يا غالي، ماخذن عقلي وبالي حبي يا محلى. انت نبض قلبي والله احلف لك بربي، وانت وحدك بس حبي، وانت لي كل الحياه، في وجودك ما بقالي غيرك انت يا غالي، ماخذن عقلي وبالي حبي يا محلى. ادري في قلبك مكاني وضحكتك لحن واغاني، جاي غنيها زماني وترجم احساسي معاك. ادري في قلبك مكاني وضحكتك لحن واغاني، جاي غنيها زماني وترجم احساسي معاك. اشتاق له
يا غرام عاشراقي وطار قلبي في السماء. نبض قلبي انت وحده بس حبي وانت لي كل الحياة. من غلاك تقول حاضر انت امسي وانت باكر نهر واحساس ارتوى. انت يا اغلى من عيوني يا ضياي وكل كوني حبك بقلبي جنوني ولو طلب عمري فدا. يجمعنا سوا شباب على الهوى يجمعنا سوا. يا هلا يا هلا منورين منورين يا شباب منورين شباب شباب على الهوى شباب على الهوى. يسعد مساكم مستمعين ان نتواصل معاكم في شباب على الهوى وموضوع حلقتنا لليوم الحياة الأسرية ضوابطها وأسرار نجاحها. ويسعدنا تواصلكم الدائم أكيد معنا ومشاركتنا في موضوع حلقتنا لليوم عبر الرسائل 90456 والتغريدات عبر صفحة البرنامج شباب راديو عمان, وأيضا مشاركتكم عبر الاتصالات على 24698151 والرقم الدولي 0968246982. خلفان وين وصلت؟ وصلنا والله إلى التفكر والتدبر في العلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية في حياتنا. يعني الواحد على كثر ما يسمع وعلى كثر ما يرى الإنسان لابد أن تكون عنده خلاص أتوقع خبرة كافية في تحديد علاقته الزوجية, وأيضا يعرف وين أسرار نجاحها. نعم في نية في الدرب ولا بعد؟ والله بعد يعني بعد في شوية تحضيرات. وابختك يا خلفان وابختك مرتاحة. تحية طبعا للجميع اللي مفكر انه يبدأ في تكوين حياة زوجية مقبلة. نتمنى لكم ان شاء الله حياة زوجية سعيدة, لكن نتمنى ايضا يكون عندكم اسس ومعايير لحياتكم المستقبلية القادمة بإذن الله. خلونا نتكلم مستمعين أيضا معاكم عن العلاقة بين أفراد الأسرة في طبعا ظل وجود شبكات التواصل الاجتماعي, وهذه أحيانا تكون سلبية وأحيانا تكون إيجابية على حياتنا. طبعا في علاقتنا مع الأب والأم مع الأخوان أخواتنا في البيت, أيضا علاقة الزوج بزوجته علاقته بأطفاله في البيت. يعني في ظل وجود شبكات التواصل الاجتماعي هل فعلا احنا كان يعني استمرت علاقاتنا الأسرية بالشكل اللي كنا ايضا نتمناه سابقا واللي كان موجود, ولا هناك في اختلاف انتو يعني لاحظتوا حصل واختلاف كبير, ولا هو اختلاف اثر على علاقاتكم بعد طبعا هذا التطور الملموس في شبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل كبير؟ تعرفي سلوى, اليوم العلاقة الزوجية والعلاقة بين أفراد العائلة أصبحت مختلفة تماما عن الحياة القديمة. أول كانوا سبحان الله يعني حتى كانت الأعمال قريبة يعني زين, وتحصل أفراد الأسرة متقاربين من بعضهم البعض, يصلي مع بعض يأكلوا مع بعض,
معظم أوقاتهم يقضوها مع بعض لأن في حوار لأن ما في أشغال ثانية تلهيهم. واحد يصير يقضي الشغل فلاني واحد يطلع برا البيت، كانت المشاغل ما كثيرة، فتحصل معظم أوقاتهم متجمعين سواء كان على الأكل، سواء كان على التلفزيون، سواء كان يعني في كل يعني مناحي حياتهم هم موجودين في البيت. فكان لقاهم كثير، كان لغة الجسد زين كانت حاضرة يعني بشكل كبير. ولكن اليوم التواصل يعني كانوا يعني وجها لوجه، حتى طبعا. أنت تلمس الشخص إذا كان زعلان منك، تشوف من نظرة عيونه، من حركة إيده، حتى من جلسته إذا كان ما زعلان عليك يجلس جنبك يسولف يضحك، لكن إذا كان زعلان أحيانا يعطيك الظهر، فأنت طبعا. تحس إنه هذا زعلان منك. لكن اليوم عبر الشبكات مثلا إذا ترسل واحد على الواتساب فيرسل لك شخ بارك فلان تخبر أنه أنا زين أو أنا بخير، لكن يمكن تكون أنت مضايق منه بس جالس تجاملة، فالصح أنها هي اختلفت. لكن إحنا جميل أنه نسمع أيضا اليوم منكم مستمعينا، هل فعلا علاقاتنا وعلاقة أفراد الأسرة ببعضهم البعض هل اختلفت بشكل كبير، وإيش ممكن أنه يرجع هذه العلاقة لبعضها، وهل فعلا إحنا استغلينا الشبكات بشكل إيجابي أو سلبي طبعا. في علاقتنا الأسرية. مشاركتكم على 24689811 وأيضا الرسائل 90456، لكن خلنا نكمل رسائل ولا نأخذ مكالمة جلال؟ مكالمة. يلا مساء الخير. مساء النور، كيف الحال؟ طيبين. الله يسلمك، حياك الله. من معانا؟ معك سيف بن سعود العامر الزيادي. والنعم يا سعيد. سيف. 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 حياك الله. حياك الله يا سيف. أبو عوض. يا مرحبا بك يا أبو عوض. تفضل. طيب أبو عفيف. الله يسلمك، حياك الله. كيف اليوم عندكم البرنامج عن الأسرة؟ نعم، عن الأسرة، الحياة الأسرية، ضوابطها وأسرار نجاحها. وصلنا. نعم. الأسرة أول أحسن يعني. اليوم شوية في نواقص يعني. نعم. أول تحس بالمجتمع يعني كله كامل يعني معاك. نعم. أول ما تيجي أنا متزوج في سنة 88. ما شاء الله. ومتعين في 89. ما شاء الله عليك. في العمل قبل أنا أشتغل. ما مولودين بعدنا. بعدنا ما مولودين نحن. ما شاء الله عليك. عندي 11 طفل. ما شاء الله. الله يحفظهم يا رب. الله يحفظهم يا رب. آمين إن شاء الله. والزواج الثاني في 97. ما شاء الله. متزوج ثنتين يا سيف. يمكن ثلاث، خليك كمل بعد. يمكن في أربع. إنزين. أم عوض وأم زياد. أم عوض وأم زياد. نعم. نعم. وكيف تدير أنت الحمد لله ما شاء الله البيت ما علي كلام. يعني كان هم خوات. يعني درجة كبيرة يعني ما شاء الله. يعني تنصح خلفان يتزوج ثنتين؟ أتمنى. خلي ياخذ الأولى أول. لكن يبغى له عاد ميزانية يعني ميزانية تحقن، ما ميزان فلوس. كل شيء كل شيء وعقل وفلوس. نفس الشيء الفلوس. وإذا وإذا أهم حاجة يعني والتحكم يعني والإدارة الأسرة أهم حاجة يعني. طبعا. إنزين خبرنا شوي عن هذه الإدارة يا أبو عوض. القناعة. القناعة ماشي كما هي يعني. نعم. يا إذا قلت لي يعني إذا بغيت حاجة وقلت باغ عنها ما يصلح يقول. لازم تقرع قبل بالقليل وبعدين تطمح إلى الكثير. نعم. أنا كنت مع سوق في 2006 سويت ليسن السياقة. نعم. في 2007 طلعت سيارة. ما شاء الله. الحمد لله. والحين شايف شيء. الحمد لله تستاهل كثير إن شاء الله. لا وأنا الحين تقاعدت في 2010. نعم. لكن كيف علاقتكم يا أبو عوض، علاقتك مع زوجتك الأولى والثانية وعيالك؟ لا لا ما شاء الله يعني وعلاقة مع الأصدقاء مسوي أصدقاء في جميع الولايات ما شاء الله يعني. ما شاء الله عليك. أيوة اجتماع بشكل ما يتصور. لازم حد يزورك أسبوع أزور حد، لازم أسبوع حد يزورني أزور حد، إذا ما حد يعني ما يهجيني يعني. نعم. عندك واتساب يا أبو عوض؟ عندي هي. نعم واتساب. نعم. كيف علاقتك مع أولادك وزوجاتك الثنتين ووجود الواتساب وشبكات التواصل الاجتماعي مثلا؟ لا بس لكن واتساب ما أشجع واجد. ما تشجع. ليش؟ ليش؟ إنه شوف يعني عندي أولاد خالة وعندي أولاد عم. ما في اتصال. هين أول إحنا يعني المجتمع يعني ما شاء الله أول يروح يأكل مطمط يجز وقت أو حاجة أو يسقي أو شيء يرجعوا
بشوف قهوتهم مع بعض كل المجتمع يعني الأهل يعني والجيران. الحين ما تحصل حد يتقهوى بياك الصباح. كل واحد يعني نادر. نعم كل واحد في الشغلة يعني يرجع لك الدهر يرجع ما شاء الله. تغير يعني. تغير الزمان خلاص. لكن هل تحس يا ابو زياد انه عشان ما تزعل ام زياد بعد لازم ناديك ابو زياد؟ لا عادي عادي. يا ابو زياد كيف علاقتك انت مع ابنائك وزوجاتك؟ هل اثر الواتساب عليكم سلبي ولا ايجابي ولا تحس عادي يعني ما في تاثير؟ لا ما في تاثير الواتساب. ما في تاثير يعني عادي تتجمعوا مع بعض دائما ويكون بينكم حوار يعني ما شاء الله يعني نتجمع في الحاجه وسوالف إيراءات اجتماعات. نعم والدي متزوج معاي ساكن لكن إن شاء الله في المستقبل يكون وحده في بيت وحده. نعم صح. أكيد بيستقر. وبنات سنتين متزوجات ما شاء الله يعني ما شاء الله عليك. الله يحفظهم. الله يحفظهم إن شاء الله لك يا أبو عوض. يا أبو أهم حاجة يعني سمعت يا خلفان ما شاء الله أول وعندي بيت ما شاء الله أول ما قالت هو سيارة قالت لا يوم جي يسأل عنك ما يقول له هين سيارة فلان يقول وين بيت فلان. يا سلام. طيب نعم اهم حاجه الارتياح يعني القناعه. اكيد نتمنى لك يعني هو الرزق يعني اكيد بس. ان شاء الله نتمنى لك حياه موفقه يعني. دائما ان شاء الله يا ابو عوض باذن الله. ويمكن الشباب اول ما يأسس البيت بعدين يطمح على الكثير. نعم يعني البيت قبل الزوجه حتى قبل الزواج. نعم بس ما قبل السيارة يعني. لا السيارة يعني ما اليوم الحمد لله غير ما مثل أول. طبعا حاجة يعني اليوم الحياة اختلفت شوية. طبعا طبعا اي نعم أكيد نتمنى لك إن شاء الله حياة سعادة جميع الباكنين إن شاء الله للجميع. ونتمنى اللي سمعنا اليوم أيضا يا أبو عوض يستفيد من تجربتك ما شاء الله. الله يحفظ لك زوجاتك الثنتين أم عوض ولائم الحين في البيت ولكن إن شاء الله بعد تقريبا يمكن 6 أشهر 7 وحصلت عرض بالانتفاع. نعم إن شاء الله يعني الأسرة حدنا مسوي مطعم ولائم في البيت. جميل يعني. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله وإن شاء الله دائما حياتك سعيدة إن شاء الله. مشكور يا أبو عوض. مشكور يعني يا أبو عوض يعطيك العافية. شكرا جزيلا. أنا أخاف الحين يروح يتزوج ثنتين. لا زين يستاهل ليش نزين؟ والواحد يعني إذا كان مقتدر بأمانة يعني وكان يرى بأنه لديه رغبة في أنه يتزوج ثنتين. لا والله يعني ما في مانع. لا والله ما في مانع ما تقول جلالي. زين أنا مالي خص عموما في الموضوع. في النهاية هذه يمكن هذا بروحه موضوع وبروحه يسبب يمكن خلافات وأمور وغيرها. لكن طبعا كل واحد لرؤية معينة في هذا الجانب. أيضا اللي حاب يشاركنا أيضا المستمعين أكيد سعيدين بتواصلكم معنا. إذن نقرأ رسائل النصية القصيرة اللي وصلتنا اليوم. واصلين عند مساكم ورد وجوري. الأسرة هي الخلية المحيطة بل الفرد والأسرة أهم شيء في الحياة فلا حياة من دون الأسرة ولا أسرة من دون حياة. تحياتي فاطمة الشحية من ولاية خصب. شكرا يا فاطمة. وأيضا على 90456 مساء الخير. عدم تصيد الأخطاء بين الزوجين والتسامح بينهم أحسن لعلاقة زوجية ناجحة. من أبو سامي سهيل الرشيدي. شكرا لك يا أبو سامي. كذلك تصور المقومات كثيرة بس من أهمها الاقتناع التام بالشريك. كذلك الحب والاحترام المتبادل والاهتمام والالتزام في الواجبات من كلا الطرفين وعدم الإخلال بأي منهما. كذلك تقارب المستوى العلمي والثقافي من الهنائي. شكرا يا الهنائي. شكرا لك الهنائي. وأيضا السلام عليكم. شكرا من كل قلبي على البرنامج الشيق. معكم فهد البلوشي. بغيت أعرف إذا في مراكز تثقيفية قبل الزواج أرجو الإفادة برقم أو موقع. أخوي فهد بإمكانك طبعا أنه تبحث عن هذا الموضوع في الشبكات. على فكرة كثير من المراكز التثقيفية في هذا الجانب موجودة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. بس أنت تكتب طبعا الاستشارات الأسرية أو غيرها من الكلمات المتعلقة بهذا الجانب راح أيضا إن شاء الله تحصل موقعهم إن شاء الله عبر الإنترنت. وجميل ان الواحد ايضا قبل الزواج يسعى الى هذه المراكز كاستشاره ايضا طبعاً. في المستقبل. ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. مساء الورد والجوري. بعثها من دوله الكويت الحبيبه. هلا والله حسن. حياك الله يا حسن.
شلونكم طيبين؟ الله يسلمك حياك الله، انت شلونك؟ والله الحمد لله يعطيكم العافيه، ومنسينا بعد طلعت الدوامات. الله يسلمك ان شاء الله. الله يسلمك. سعيدين. ها يا حسن، كونت اسره ولا بعد؟ عنده انا الحمد لله متزوج، عندي 4 بنات. ما شاء الله، الله يحفظهم. اكبرهم طبعا مريم. الله يحفظهم. واصغرهم الاستاذ عبد الله. ما شاء الله عليه، الله يحفظه ان شاء الله. الله يسلم. الله يسلمك. والله شوفوا الاسره اكيد الحمد لله، خلنا أقولكم أنا تزوجت 2002 بس للأسف احتمالنا نفصل عن بعض لأن زوجتي الحين خلاص زعلانة علي، ما أدري إيش فيها، الله يحفظها إن شاء الله. ليش زعلتنا يا حسن؟ والله تعرفين ظروف الحياة فرقتنا، وإن شاء الله يعوضني ربي بوحدة ثانية. والله شو نقول، هذه الحياة إن شاء الله. عرفت شلون؟ نعم. الحمد لله أنا بناتي طبعا ما انحرم منهم ولا ولدي، أشوفهم تقريبا أجيبهم كل خميس عند الوالدة. الله يعوضني بوحدة ثانية إن شاء الله. نقول حق خلفان إن شاء الله يا ربي أنا حضر عرسك. يلا بإذن الله. لا بياخذ تنتين خلفان. إيه أنا سمعت تقولي تقدر تأخذ تنتين، ويقول لا. شرفنا شرفنا طلبنا. أخاف يأخذ 4 خلفان. يمكن أنا يمكن احتمال إذا سمحت بالفرصة الصيف هذا يمكن أزور صلالة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله بين أهلك وديارك يا أخوي حسن، نتشرف أكيد بوجودك معانا. تسلم. اسمحوا لي على أني قد صاركم أو شيء. لا لا فعلا الله يسلمك. تحياتنا لك إن شاء الله. حياك الله يا أبو مريم، تحياتنا لكل أهالينا في دولة الكويت الحبيبة، شكرا على متابعتك للبرنامج. ناخذ الاتصال يا خلفان. تاخذ 4 يا خلفان؟ والله نشوف فين بعدين خير ان شاء الله. شوف كل واحد يعزمها على عرس. يلا باذن الله تعالى ان شاء الله. وابختك يا خلفان وابختك. اموره طيبه خلفان. اذا معنا اتصال اخر. السلام عليكم. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. لو تخفض على صوت المذياع. اي نعم إذاعة الشباب، بس خفض على صوت المذياع على الخليج. يا خلفان حياك الله. با يا مرحبتين. والله كيف حالك؟ طيب والله ابراكم شيء رسيق. ابا تمام. تكلموا عن الزوج وزوج مشكورين جزيلا. الله يسلمك ان شاء الله. شكر لك. ابوي تفضل. تفضل ابوي تفضل. اقول كذا يعني بين الزوج وزوجة، احنا متزوجين من سنين يعني ما شاء الله. خلفان اسمعك. اسمعك ابوي تفضل. المتزوج من 84 تقريبا. ما شاء الله ما شاء الله. اي نعم نعم. يعني مال 30 سنة. 31 سنة خال عقل. خبرنا خبرنا عن هال 7. ما شاء الله. 5 صغيرين وبنتين ايضا. كونت بيت، عندي بيت وان شاء الله عندي اولاد فينا، واحد في المنتخب احمد مبارك في المنتخب رغم اللي كانوا. ما شاء الله. احنا محظوظين. ايوه عندي كابتن يونس ايضا مبارك. يونس مبارك ايه ما شاء الله. ايوه يلا الله يحفظهم ان شاء الله. ابوه ما شاء الله. اي نعم. كنت اول في العسكريه 23 سنه العسكريه، اقول لكم على بيت يعني عندي الحمد لله بيت ما شاء الله. وبعدين زناني واحمد، وبعدين انا واحمد وخبرت احمد ياخذ البيت، واحمد مكون البيت. نعم. وايضا زوجناه. نعم. والحمد لله امور طيبه. بس احمد استهل. يا ابو احمد، احمد هو اللي اختارها ولا انت اخترت له زوجته بصراحه؟ لا اختار هو. هو اختار. ولا زوج ولا بنت عمه؟ لا 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 من بعيد. من الدوحة. من الدوحة ما شاء الله. يلا هناك كان محترف كان في في قطر. نعم اذا دول قطر. نعم نعم. زين خبرنا كيف علاقتك باولادك، علاقتك بالزوجيه او العلاقه الاسريه بشكل عام من عام 86 الى يومك هذا 84 زين. ماشي الحال ماشي الحال الحمد لله. الامور طيبه يعني؟ الامور طيبه يا غلفان يا اختي سلوى. الحمد لله الامور طيبه. الامور طيبه يعني تشجعهم الشباب. تشجع خلفان ولا خلفان يشجع؟ زين اسمع اسمع. انتين من الكليه. واحده متخرج السنه، واحده من الثانويه العامه، واحده من الكليه.
بني في سور وواحد يكلي لي بقعمة سور أيضا. والحمد لله ويولد يشتغل وعندي الأولاد عندي بعد الله يخليهم واحد في الدراسية في آخر المرحلة يعني. نعم الله يخليهم إن شاء الله لك يا أبو أحمد. أيوة شكرا. الحمد لله الأمور طيبة. الحمد لله إن شاء الله. لهم على قيد الزواج يكونوا أسرة نعم. طيبة ويكونوا طيبين أيضا مع أهليهم. نعم وإن شاء الله الأمور تكون طيبة إن شاء الله دائما. سلم, سلم سلم على أحمد. حياك الله يا أبو. ونشكر إذاعة الشباب على الفرصة الطيبة. الله يسلمك. تسلم. حياك الله. شكرا جزيلا. شكرا أحسنت. حياك الله. الله حييكم. الله يحييكم. المهم مستمعينا احنا راح نتواصل معاكم في شباب على الهوى لكن بعد الفترة الدينية لصلاة العصر. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. من أرض مكة لا حول. إذاعة سلطنة عمان. حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها يحين الآن موعد أذان العصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
هكذا مستمعينا، وقبل قليل رفع على مسامعكم أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها. أحبك مثل ما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت حبيبتي، أنت أحبك مثل ما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت حبيبتي، أنت حلالي، أنت لا أخشى عذولا همومقتي، لقد أذن الزمان لنا بوصل غير منبت، سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والسمت، يغيب السعد إن غبت، ويصفو العيش إن جئت، نهاري كادح حتى إذا ما عدت للبيت، لقيتك فانجلى عني ضنايا إذا تبسمت، أحبك مثل ما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت حبيبتي، أنت تضيق بي الحياة إذا بها يوما تبرمت، فأسعى جاهدا حتى أحقق ما تمنيت، أنائي أنت فلتهني بدفء الحب ما عشت، فروحانا قد اتلفا كمثل الأرض والنبت، ويا سكني ويا حبسي ومؤلمتي، يطيب العيش مما ضاقت الأيام إن طبتي. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. عابدين البلوشي، علي صعد، خلفان العامر، جلال الخويطري، مشاعر القاسمية، سعيد الخروصي، كلنا اجتمعنا في مكان واحد وهدف واحد، وبتواصلكم أكيد راح نستفيد، وخلكم معنا في شباب على الهواء. صوتك يسعدنا على شباب اسمانا، وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا، صوتك يسعدنا يوميا ما عدا الجمعة والسبت من 2 الظهر لحد 4 العصر. شباب على الهواء، شباب على الهواء، شباب على الهواء، شباب شباب على الهواء، شباب شباب على الهواء. شباب
حياكم مستمعين، عود لكم، تقبل الله طاعتكم وصالح أعمالكم بإذن الله. رجعنا لكم في شباب على الهواء، وفي العشر دقائق الأخيرة من شباب على الهواء حلقتنا لليوم عن الحياة الأسرية، ضوابطها وأسرار نجاحها. كثير من الرسائل توصل يا خلفاني بوكي تعرس. قلت هو الناس وبعدنا يعني خلوه ما فكر. نعطي ونكتب في مجال العالم. الحمد لله والشكر بإذن الله خير. فرحان انت جلالة تبي الدبسة. زين، اذا مستمرين معكم مستمعينا الكرام على اخر 9 دقائق من برنامجنا لليوم، ويعني كانت مواضيعنا ومحاور موضوعنا لليوم عن الحياة الزوجية والحياة الأسرية بشكل عام، ضوابطها، أسرار نجاحها، مقوماتها، أيضا تفادي المشاكل التي ربما قد تؤدي إلى أبغض الحلال عند الله. ومتواصلين معكم مستمعينا، متواصلين مع سلوى. سلوى تشوف على الرسائل، تريد تقرأ كم من رسالة؟ كثير رسائل يا فلفان. يلا عندك زي الموضوع. رسالة على 90456. مساء الخيرات، مشكورين على البرنامج. من أم راشد، أحب حابة تهدي تحياتها لزوجها و تعتبر له لبعض الأمور. حلو جميل، إن شاء الله الله يديم المحبة ما بينكم. يلا تكون نقطة تفاهم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. مشكورة يا أم راشد، وتحياتنا أكيد لأبو راشد، شكرا على تواصلك. إذن نقول مساء الخير، وصراحة هذا البرنامج جدا رائع يا سادتي ومرتاح. زين، إيش هذا الزواج سنة وحياة طيبة وما كل الناس سوا، والزواج مسؤولية بين الطرفين، وأنا متزوج وأشكر الله وعندي أولاد ومرتاح. أنا سالم الرقيشي، ونقول لك عسى إن شاء الله أيامك كلها راحة وحياة زوجية مستقرة بإذن الله. بإذن الله. ومساء الخير، معي سؤال، ليش الزواج المبكر في زمان أهلنا ناجح، من أبو ليان الغيلاني. والله هذا بروح موضوع يا أبو ليان، أنا شخصيا صعب أنه أجاوب على هالسؤال. ليش إذا كنت تعتقد أن الزواج المبكر كان ناجح في السنوات الأيام، ممكن ظروف الحياة كانت أيضا مختلفة، بعد يعني كانت مساعدة طبعا. اليوم ظروف الحياة مختلفة، اليوم صح أنه يعني ما نقدر مباشرة نذهب للزواج المبكر، لأنه الإنسان مرتبط بدراسة عليا، وبعد يعني ما كانت موجودة زمان أول هذه. أكيد اليوم في أشياء أيضا ظروف ثانية، أكيد الإنسان يبي يعني يسوي يحقق إنجازات معينة قبل أيضا لا يدخل طبعا ويكون مثلا أسرة، وأيضا يفكر في مسألة الزواج. فهو اختلفت أيضا يا بوليان الظروف، ظروف الحياة أكيد أنها اختلفت. وأيضا رسالة، مشكورين على البرنامج. سر النجاح الحياة الزوجية يكمن في التفاهم والتسامح والرضا بما قسمه الله لك، وثق وتأكد بأن الكمال لله فقط، من أبو عبد الرحيم الغنيمي. مشكور يا أبو عبد الرحيم. كذلك يسعد مساكم، أساسيات الزواج الحب والاحترام والحنان وتوافق الأفكار، وكذلك من المعمري. من المعمري إذن. نعم، شكرا على تواصلك. والسلام عليكم، شكرا لكم من القلب على البرنامج الناجح، معكم فهد البلوشي أعزب. قلنا الرسالة، حب هو ياخذ بعض يعني أرقام أو مواقع المراكز تفيده في هذا المجال، وذكرت لك يا أخو بإمكانك أيضا أنه تبحث عنها عبر الشبكات، هم موجودين بشكل جدا جميل. أنه صعب أنه أذكر لك اسم أشهر ما سوي دعاية في البرنامج، فتسمح لي. شبكات التواصل الاجتماعي تسرق الوقت، واجتماع الأهل ما صرنا نحس فيه. تحيات أم حمد، تحياتنا لك يا أم حمد. إذن مساكم الله بالخير، أنصح جميع الشباب بالأولى والثانية والثالثة لا وتتسهل لا. حياتكم إن شاء الله، ويصير المجتمع خفيف ونحن بخير. من مكتوم بن راشد البالي، عاد يا مكتوم. هم والله هم ياكلك، ربشة الفرح ياكلك، لخبطة عقل ياكلك. هم والله هم ياكلك. يستاهلوا شباب، يستاهلوا. قل لك هم ترى إيش؟ لا يا جلال، بس عاد ما الأولى والثانية والثالثة يا مكتوم، بتزعلهم ترى. أيضا الحياة الزوجية رائعة جدا مهما كانت الثقة، مهم أن تكون الثقة بين الزوجين كبيرة. وأيضا يتكلم أيضا عن الغيرة بس ما ذاكر اسمه. شكرا على تواصلك معانا، ومساكم جميل، موضوع روعة من محمود المحروقي. مشكور يا أخوي محمود، وحيكم على الموضوع. والاحترام المتبادل بين الطرفين أهم ركائز
النجاح وأيضا ما ذاكر اسمه، وشكرا على تواصلك معنا. إذن أتوقع أن وصلنا إلى الفترة الأخيرة من برنامجنا، ولكن نحن معنا كذا بعض النصائح من أسرار نجاح الحياة الأسرية بشكل عام، أتمنى أنكم تستفيدوا منها مستمعينا الكرام. من الأسرار مستمعينا لحياة زوجية وحياة أسرية سعيدة، العمل على توفير بيئة جيدة داخل المنزل وتهيئة الجو الأسري بهدف تشجيع أفراد الأسرة على الإقبال والرغبة الدائمة في التواجد داخل المنزل. كذلك تقديس فكرة الترابط ومشاركة أفراد الأسرة بعضهم البعض في كل المناسبات السعيدة وأيضا المناسبات الحزينة، ونقول يعني تبادل الهدايا حتى وإن كانت بسيطة لأن لها أثر رائع في إدخال البهجة في القلوب. أيضا من الإسرار مستمعين لحياة زوجية سعيدة، الحرص دائما على بناء علاقة قوية مع الله وتشجيع أفراد الأسرة بعضهم البعض على أداء العبادات لتغذية الروح وغرس القيم والأركان الدينية لدى الأطفال. وكذلك الاعتياد على مناقشة كل الأمور الخاصة بالأسرة بشكل دبلوماسي وحضاري سواء كانت مادية واجتماعية وغيرها، بمشاركة جميع أفراد الأسرة مع الأخذ بآراء الأولاد. زين ما يهم شوهم، لازم يأخذ بآراءهم، ولكن مع ضرورة احترام الخصوصية الأسرية التي تقضي بعدم جواز مناقشة الأمور الأسرية في ظل وجود الغرباء. أيضا مستمعين لحياة زوجية سعيدة وناجحة، الاهتمام بالجانب التثقيفي وتنمية مهارات أفراد الأسرة والتشجيع على ذلك من جانب قائد الأسرة، وطبعا لتصل السفينة لبر الأمان. كذلك على كل فرد داخل الأسرة أن يعي ويدرك جيدا دوره ومسؤوليته تجاه أسرته، ولا يتأخر عن إنجاز هذا الدور للحفاظ على التوازن الأسري. حل أي مشكلة فور حدوثها، على أن يكون أساس حل هذه المشكلات قائما على فكرة التكامل واللين، ويكون أيضا بعيدا كل البعد عن القسوة. والحفاظ على العلاقات الاجتماعية اللي تتميز بالحب والتميز مع شبكة الأقارب والمعارف وكذلك الأصدقاء. التواصل بشكل مستمر وتناول معظم الوجبات الرئيسية لكل أفراد الأسرة مع بعضهم البعض. وأخيرا الحرص على الترفيه الأسري بشكل دائم لتفريغ الشحنات والطاقات السلبية اللي تتكون نتيجة ظروف العمل القاسية وكذلك الدراسة، للخروج عن روتين الحياة اليومية، وكذلك يمكن تنفيذ ذلك بسهولة عن طريق مثلا تحديد يوم العطلة الأسبوعية للذهاب إلى مثلا رحلة معينة أو إلى النادي، بشرط أنه يشترك كل أفراد الأسرة في هذا العمل. عموما مستمعين قبل الختام حابة أشكر كل من تواصل معنا أيضا عبر تويتر. نوح خلفان شكرا لمشاركتك، وأيضا شكرا لجاسم أمين المعمرية، وأيضا أحمد الخياري شكرا لك، من أمل أيضا مشكورية أمل، وبن حمد شكرا أيضا على تواصلك وتفاعلك معنا، وعبر الرسائل شكرا لكل من تواصل وتفاعل أيضا معنا. شكرا لكم جميعا، ونتمنى ان شاء الله ايضا انكم استفدتم من حلقه اليوم، ونتمنى ان شاء الله بان تكون دائما لكم باذن الله مستقبل جميل، وايضا بان تكونوا حياه اسريه سعيده باذن الله. اذا ان شاء الله نتمنى لكم حياه اسريه سعيده ناجحه في كافه المجالات وبكل المقاييس اينما كنتم، سواء الذين دخلوا القفص الذهبي وتزوجوا. ليش تسمي قفص زين؟ ليش تسمي قفص؟ لانه صراحه يعني عصفور مثلا ويدخل في القفص، لا عشان ما يخرجوا اسرارهم برا يعني. زين كذا حلوه هذه. زين، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق والنجاح باذن الله تعالى، وحياه جميله وسعيده باذن الله ان شاء الله باذن الله. وشكرا لكل من تابعنا اليوم، شكرا لكل من تواصل معنا عبر الرسائل عبر الاتصال وعبر تويتر وعبر ايضا للاستماع. موعدنا يجدد معكم مستمعينا بكره باذن الله. كان معاكم اليوم في الاعداد خلفان بن سعيد العامري، وكنت معاكم في التقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشيه وخلفان بن سعيد العامري، وكذلك في المتابعه والتنسيق سيف بن سعيد الهلالي ومصممه الرمزيات لميس بنت بدر الحسنيه. اجمل ورق تحيه من مخرجنا اليوم جلال بن ربيع الاخوه يطري. الى اللقاء.
إذن حياكم الله ونلتقي لنلتقي إن شاء الله. لحد بيتك ليت بنتك أنا تقدم على الملة بشرع الله ونص الدين بات أني مرادي غلط وادي طلبتك قولها ليت فقير الحال فقير المال غني الممتخل الهم أعف النفس وصل الخمس وراعي ربي الأعظم ومهما صار مع الأقدار أبرضى بالذي مقسم عم أرجوك لا ترمي الشوك في عيني وقلبي المغرم بطهر الأرض عرفنا بعض من احنا صغار لو تعلم